السلام عليكم يا باشمهندس سامعني. احنا كنا اخر مره كنا وصلنا لحد ما خلصنا الجزء الاول كده. واحد ليه اي سؤال الاول قبل ما ابدا؟ حد له اي سؤال قبل ما ابدا يا جماعه؟ حد ليه اي استفسار او اي سؤال قبل ما نبدا في اي حاجه؟ في حد بيقول لي باقي البدايه. باقي البدايه. طب حد ليه اي سؤال؟ بسم الله. حد ليه اي سؤال؟ بدراجع بس كده. تمام ماشي جميل كويس. طيب احنا كنا فين؟ بسم الله. طبعا انا نازل نسخ كتير قوي لحد ما اشتغلت، لكن فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فين المشروع بتاعنا؟ بسم الله. بيم اريبيا. في بيم اريبيا بروجكت، ده البروجكت بتاعنا. تمام كويس. وفين؟ بسم الله هو ده البروجكت بتاعنا اهو. يبقى ناخد كده الدراج والدروب على الجزئيه بتاعتنا دي كده. بسم الله اهو. هنا طبعا عشان في عندي مشكله، طبعا ممكن تقابل حد منكم. هنا في عندي مشكله ان انا هنا انا نزلت طبعا اصدار 2020، لان هو اللي كان معايا على اللاب. ما عنديش اصدار 2017 زي البيت. اوكي. فطبعا هنا بيقول لي انت هتحول بقى من 2017 للكلام ده كله. فانا ممكن اعمل ده مثلا كده كوبي عشان ما ابوظش شغلي، اطلعه بره كده لوحده هنا بيست. عشان ايه؟ لو حصل اي تغيير، ما لو رجعت الشغل بتاعنا 2007 ما يحصلش عندي مشكله. تمام. انا هعمل كده هنا تحويل، احول ده واحتفظ بالاصل مفيش مشكله عندي. ابتدي احوله لي واشتغل ان شاء الله مفيش مشاكل. اوكي حول. تمام. هنا بقى هنا ده دي شاشه كونفرت، وبتظهر عند ناس كتير جدا جدا. واحد يقول لي يا باشمهندس انا كل ما اجي اشتغل من اصدار لاصدار بتظهر شاشه. كويس ان انا الموضوع ده موقف حصل، لان في كتير قوي بيجي لي اسئله على الجروب على الانترنت بيسالوني يا باشمهندس بتظهر لي الرساله دي لما اجي اشتغل. هي الفكره بتاعت الرساله دي يا باشمهندس انك بتحول من اصدار لاصدار تاني. فاصدار 2020 او 2021 فبيعمل حاجه اسمها سين كونفرتر. انت عايز تحول ايه بالظبط؟ هل تحول الماتيريالز، المابس، الكاميرا، اللايتس، كل ما هو محتوى المشهد بتاعك؟ خلاص. فانت طبعا انت بتقول تحول من ده لده، فانت بتقول بس كونفرت سين، حول لي المشهد كله، ببتدي احول لاصدار اعلى. عشان كده اخدت نسخه منه كوبي وبحافظ على الاصل عشان ما يحصلش فيها اي مشكله عندي في النقطه دي. تمام. فانت تعمله تحويل على بس ما ياخدش مننا وقت كتير. اتمنى ان هو طبعا ما ياخدش مننا وقت بحيث ان احنا ولا طب خلاص التحويل كومبليت. اوكي شكرا. نقفل بقى. ادي المشهد بتاعنا هو اتحول واشتغل عندنا زي الفل، وكل حاجه الحمد لله بفضل الله كل حاجه زي ما هي، ما فيش عندنا مشكله خالص باذن الله. احنا المحاضره اللي فاتت طبعا اشتغل بقى هنا اختصارات بقى شويه كده قلت دبليو. المحاضره اللي فاتت احنا كنا ممكن ده نخفيه شويه نعمل له هايد سيلينج، وعملنا الكرانيش بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. اوكي. وحطينا البنات بقى في الحيطان. تمام. وعملنا كرانيش في السقف الجبسون بورد بالسقف بتاعنا عفوا كده اهو. وعملنا الكرانيش بتاعتنا. خد بالك كان في طريقه ثانيه ممكن نعمل بيها الكرانيش دي. خلاص يمكن حددنا نقطتين. باشمهندسه نهى بتقول مفيش صوره. باشمهندس انتوا شايفيني ولا لا؟ الفيديو ظاهر اللي هو بتاع ال 3 دي ماكس. الفيديو علق؟ لا لا ظاهر ظاهر من غير مشاكل. اصل في حد بيقول لي انا مش شايفين ال لا لا هي ظاهر ظاهر عندها خلاص المهندس. انا ظاهر عندي. تمام. تسلم الناس. تسلم تسلم. تمام. طيب طبعا بحاول اشوف الشات عشان لو في حد عنده مشكله ما بقى ايه ببقى بتابع باستمرار يعني ايه ما حدش يقع مني. تمام كويس الحمد لله. طيب طبعا كان في طريقه ثانيه يمكن احنا اتكلمنا فيها، ما اعرفش طبعا انتم. احنا اخترنا طريقه وفي طريقه ثانيه احنا كنا اتكلمنا عليها في السقف. يعني انا كده رجعت للسقف ثاني بتاعي بدات اشتغل عندي هنا في السقف ده. اوكي. كان ممكن ناخد السقف بتاعنا ده كله ونقسم فقط فتحات على قد الايه؟ الغرف بتاعتنا بس. يعني ايه الكلام ده؟ انا لو خدت السقف ده كده تمام وخدته كده كوبي هنا ماشي، ده السقف بتاعنا. اوكي. انا بس كوبي فقط لا غير. والسقف ده كده ده بدانا نشتغل فيه في الموديفاي بتاعنا. في الموديفاي. اوكي. انا عايز السقف فقط. هو خد الجبسون بورد بس تقريبا، ما خدش السقف كله، وخد على هو ده. اوكي. احنا كنا عاملين جروب عفوا، معلش ان جروب. تمام. وناخد الجزء بتاعنا اللي فوق اللي هو الجبسون بورد بتاعنا ده خلاص عشان يبتدي يظهر ايه التفاصيل بتاعتنا. ماشي. طب انا لو خدت الجبسون بورد بس لوحده اللي هو الجزء ده كده اللي احنا كنا شغالين فيه خلاص، انا مش محتاج ده. ديليت. هنا كان ممكن اعمل حركه كويسه قوي. انا ممكن هنا مثلا ساي عشان بس تبقى معايا، يعني لو جيت في الاس بي لاين وقلت لك لا الخط اللي جوه ده ديليت انا مش عايزه، وبدات ترسم قطاعات يعني ايه؟ يعني مثلا اقول لك هنا انا خلاص الاس بي لاين، واجي هنا اقول لك مثلا هات لي
الشيب مثلا الريكتانجل، عشان برضو الناس في حد سالني بالنقاط دي. تمام، فانا ممكن اجي كده اعمل ريكتانجل هنا كده، شايفين بعمل ازاي؟ اخد على قد بس الايه؟ الغرفه دي مثلا كده، تمام فاهميني؟ يعني مثلا ركن، انا خدت كده جي اي الجزء اللي انا حاولت اوسط ست هنا مثلا ايه؟ مرفعين تو بلوك وانا تو بلوك وانا تو بلوك ونفس الموضوع. ممكن اجي هنا برضو كده برضو سيف تو بلوك كده، واخد ايه؟ ريكتانجل تاني مثلا حاجه زي كده برضو سيف حوالي تو بلوك، فاهميني يا جماعه؟ واضح اللي انا بعمله ده كده؟ اهو مثلا تقريبا كده ماشي. طبعا الكلام ده بيتعمل في الكاد افضل طبعا، بس انا بوريك هنا لو انت عايز تحل المشكله دي او عايز تعملها بتعملها ازاي. واخد برضه هنا مثلا حوالي 2 بلوك كده او بلوك واحد، ما عنديش مشكله لو مساحه صغيره ممكن اخد مثلا حاجه زي كده. اوكي تمام، يبقى انا كده عملت الجزئيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ممكن اقسمها بالتقسيمات دي واطلع بيها برضه بيوت نور حته واحده. معايا يا باشمهندسين؟ لحد مش فاهم انا بعمل ايه؟ خلاص ممكن بقى تحط هنا مستطيل في النص براحتك، عايز تخليها حته واحده براحتك. انا ممكن اقول لي مثلا حط لي باشمهندس مثلا في الكوريدور، هات لي مثلا حاجه زي كده اهو، ده كوريدور مثلا في النص كده في الليفل ده كده مثلا اهو. اوكي معايا كده يا باشمهندسين؟ فانا ممكن اقوم واخد حاجه زي كده ماشي. تمام، هقول لك باشمهندس ايمن حالا حالا هقول لك عليها دلوقتي. اوكي فانا تقريبا عملت شكل زي ده كده اهو، تشكيله عندي واقدر اتحرك فيها زي ما انا عايزها. ممكن احرك كده مثلا سيب كده شويه مثلا، بحيث اسيب هنا تو بلوك وانا كده بيني وبين البلكونه. اوكي طب انا لو خدت ده كده ماشي من الجزء ده من الاس بي لاين، طبعا شيل الاسترود بتاعي وخلي من الاس بي لاين هنا، خدت الاس بي لاين بتاعي اللي هو ده، ورحت جاي هنا بالاوامر بتاعتي. معلش بقى شاشه اللاب صغيره شويه، فهتلاقي الدنيا مضغوطه غير الشاشه اللي عندي في البيت. طبعا عندي في البيت كانت بتبقى شاشه اكبر شويه، وقعدت اتاتش الكلام ده كله. باشمهندس ايمن لو نسيت الامر ده معايا طبعا ما شاء الله من الناس القدام، فانت المفروض متابعه من النقطه دي كلها او كده. اوكي خلاص، ورحت جاي اعمل اكسترود وبدات ابص عليه كده في 3 دي، كنت هتلاقي السقف بتاعك عفوا ده هنا الدنيا باظت خالص، لان احنا كنا راسمين على الارض فوق ماشي. طب نرجع كده تاني هنا في ال 2 دي بقى دي مشكله. المهم نرجع هنا كده تاني نبص، احنا كنا بنرسم فين؟ هنا 3 ماشي. هناخد بقى كل الكلام ده معلش عفوا، الاس بي لاين بتاعنا ده الزد بتاعه كام؟ 2 متر كده. هناخد نفس الزد ده طبيعي ونحطه مين ده؟ كنترول دي وده يعني طبعا ده كنا واخدينه سقف وده رسمينه على الارض في كنترول دي وهنا كنترول دي. باشمهندس شمال تقول لي مش فاهم الغلطه كانت ايه؟ الغلطه يا باشمهندس انا واخد السقف ده كوبي، انا اوريدي هو واخد ارتفاع، الارتفاع اللي هو سقف السقف العادي. لما جيت ارسم المربعات اترسمت عندي على الارض لان برسم 2 دي تمام، فاصبح في حاجه عاليه وفي حاجه واطيه، فهنا الاثنين خلاص بقى مستوى واحد. فهمت الغلطه جت فين يا باشمهندسه؟ اوكي وضحت كده؟ هنا بقى كده تلاقي السقف كده من تحت كده زي ما انت شايف اهو، يبقى عندك فراغات تمام، السقف ده جبسون بورد بتاعك. وهنا ممكن تعمل بقى كمان الكراميش جوه زي ما انت عايز، يعني برضه نفس الموضوع كان يبقى في كراميش هنا جوه وكراميش تمام على الجزء من بره. فده برضه عشان حد كان سالني النقطه دي، فانا اقدر اعمل القصه دي برضه كده، بخلي كده السقف كله نازل ارضيه واحده، واعمل فقط ايه؟ فتحات فقط على قد الايه؟ الجزء بتاعه ده. برضه شكل تاني بيبقى اضافه للكلاسيك تمام؟ ان انا بعمله برضه حاجه زي كده، دي قصه تانيه تمام؟ عشان برضه حد كان سالني الموضوع ده. فيبقى عندك كده الطريقتين، الطريقه دي هي باينه قدامك والطريقه دي. فعندك كده طريقتين، وانت تعمل السقف كده كله. وعليكم السلام مش هنساها انا، اهلا بيك. فعندك الطريقه دي كده وعندك الطريقه دي ماشي، اللي يريحك في الاثنين يشتغل بيه مفيش مشاكل خالص زي ما انت عايز. رغم طبعا هو في اليو كلاسيك غالبا بنستخدم الطريقه دي، يعني غالبا لما يكون عندنا مسطح مفتوح غالبا بنستخدم الطريقه دي في النيو كلاسيك، تبقى افضل. وباخد الكرانيش من الداخل والكرانيش برضه زي ما قلنا كده من بره زي ما احنا عايزين. اوكي تمام، ده كده برضه ايه للايضاح عشان الناس اللي كانت بتسال على النقطه دي. اوكي طيب نرجع بقى لشغلنا احنا في الموضوع بتاعنا ده. النهارده بقى عايزين نبتدي نعمل ايه؟ خلاص احنا كده ده مش عايزينه خلاص ديليت، واللي ورا ده اعتقد ده برضه كمان خلاص ديليت خلصناه، ولا احنا كلام يعني ايه ده ايه؟ اه ده الاسبوتات ماشي. اوكي ده موضوع الاسبوتات. اوكي ده كده الاسبوتات بتاعته ماشي، ما سقط الاسبوتات عليها مظبوطه ما عندناش مشكله. الت دبليو بتاعنا خلاص تمام. طيب تعالى بقى كده نشوف ايه اللي ناقصنا النهارده نبتدي نشتغل فيه. احنا كده تقريبا بفضل الله خلصنا كل الديكور بتاعنا الخارجي، فاضل بقى نبتدي نفرش بلوكات او نبتدي نحط الفرش بتاعنا. طبعا الفرش ده موضوع بيبقى فيه شغلانه شويه. ايه الشغلانه اللي فيه؟ ان انت لازم تقعد تختار بلوكات. وطبعا انا كنت بنصح الناس كلهم اللي اشتغلوا معايا ان لما تجيب بلوك يا ريت لو سمحت تجيب بلوك يكون مشابه او موجود من السوق او من مصدر
معروف يعني، في شركات بتنزل بلوكات خلاص تقدر تجيب بلوك لو طلبوا منك العميل تقدر تنفذه، لان للاسف بعض الناس، وانا يمكن اتكلمت في الكلام ده قبل كده في المحاضرات، تيجي تعمل تصميم، وتصميم هايل جدا، يقول لك لو سمحت نفذه لي بالظبط زي ما انت عامله، لو سمحت انا عايز التصميم اللي انت عامله ده بالظبط. طب يا باشمهندس انا ما عنديش اوبشنز كده، او انا الحاجات دي مش موجوده عندي، او الاخر، لا ماليش دعوه، انت عامل تصميم وعايز زي ما انت عامل بالظبط. فحاول لما تستعين ببلوكات تكون بلوكات موجوده في السوق، تمام، تقدر تنفذ على ارض الواقع، اوكي تمام. فعشان كده دايما كتير قوي في بعض البيوت بيقولوا احنا هنحط لك ستايل الفرش، بس الفرش اللي انت بتختاره زي ما انت عايز، انا هحط لك بس ديكور الحوائط والالوان والدهانات، انما الفرش ده بيبقى بتاعك انت بتختاره زي ما انت عايز، تتفق مع العميل من الاول عشان ما تخشش فيه مشاكل ومهاترات بعد كده في الشغل، لان بيجي لي مشاكل كتير قوي من النقاط دي. طيب انا دلوقتي ناقصني ايه دلوقتي؟ عايز احط بيبان، عايز احط شبابيك، تمام، مبدئيا عايز احط مثلا تكييف، عايز احط ستاير، اوكي. باشمهندس محمد كان حاطط لنا لو انت فاكرين بارتيشن في ال فين الفايل بتاعه، كان عامل لنا بارتيشن لو انتوا فاكرين. بسم الله، ايه ملف الكتاب بتاعه؟ راح فين راح فين راح فين ده هنا بس كده، ده الماكس بس فين الكاد؟ باشمهندس محمد كان حاطط لنا في التصميم في بارتيشن في النص، صح؟ انا فاكر كده يعني، كان باشمهندس محمد حاط لنا فين ابو بكر، فين كنا مسميين فايل ابو بكر، بسم الله، صح كده، كان حاطط بارتيشن في النص. فاحنا برضه عايزين البارتيشن ده يا اما احنا نعمله بايدينا، يا اما ممكن نكبر الفيديو نشوف دروينج بالظبط، نفتح كده الفايل، تمام، خلينا ده كده اوكي موجود، ما عندناش مشكله على جنب كده. انا صغرت الريزوليوشن الشاشه، فاكر الريزوليوشن عندي ما فيش اقل من كده يعني، خلاص هو ده كده خلاص حاجه، ما اقدرش اصغره او اعمله اكتر من كده بتاعي، صح؟ اعتقد كده افضل، اتنك كده ممكن يكون افضل شويه، معرفش بس ما عليك. المهم تمام، فده بالنسبه ايه، فاصل بين الانتريه والسفره، فاصل بين الانتري والسفره. طبعا في ناس بيبقى ويتنج، انا منهم اضافه، تمام، عشان بس ايه زملائنا الاعزاء. هيفتح معانا الكاد اهو، اوكي، عمل شيء اجنور، اوكي، وافتح الكاد كده. فالبشمهندس محمد كان عندنا بارتيشن اهو، شايفينه؟ تمام، ادي البارتيشن بتاع البشمهندس محمد على اول معمود من هنا لاخره كده. طبعا مفيش بارتيشن طبعا بالعرض الرهيب ده، العرض ده حوالي 25 سم اوفر قوي، بيبقى البارتيشن بس ما بيزيدش بالكتير قوي عن 10 سم، اوكي باشمهندس محمد معايا؟ يعني البارتيشن لو اتعمل خشب، ويمكن كنت منزل حاجه على الجروب على الفيسبوك، كنت شارح البارتيشن الخشب بتعمل ازاي، ما اعرفش ان شفته ولا لا يعني، كان صور كان واضحه بتوضح طرق تركيب الفواصل الخشب سواء السقف او الحوائط وانواعها واشكالها، خلاص. فاعتقد دي كنت منزلها جروب على الفيسبوك من حوالي يومين، مش عارف ان شفتوها ولا لا، الناس اللي موجوده على الجروب يعني. فانا كنت موضح النقطه دي. فانت عندك البارتيشن ده، اعتقد ان البارتيشن ده مش هيزيد عن 10 سم لو بنتكلم فيه. لو قست مثلا كده باشمهندس في نفتح الاوبجكت سناب، عفوا في حد هنا عندي، اوكي، لو قسنا كده طبعا باشمهندس محمد 20 سم اوفر قوي، تمام. باشمهندس عمر بيقول لو شفناها، تمام، الله ينور. فاحنا عايزين نعمل بارتيشن حوالي 10 سم، في باشمهندس محمد عامل لنا مسافه من العمود بلس ده كده حوالي 2 متر 46، يعني ممكن نعمل 2 متر ونص يا باشمهندس محمد، يعني 46 دي بالظبط، عارف انت ايه؟ يعني لسه عندنا مساحه، ممكن نعمل 2 متر مثلا، مش 46 بقى، نقول 2 متر ونص، اوكي؟ مش شرط يا باشمهندس محمد، لا ممكن على فكره ما تلاقيش البلوك اللي انت عايزه، لان يمكن باشمهندس محمد كان باعت لي صوره كان عامل جزء سوليد وجزء فواصل بانل، انا فاكر كده في الصوره في البي دي اف لو انا فاكر، هو كان عامل جزء سوليد وجزء بانل تقريبا كده يا باشمهندس، حتى هو عاملها كده بالشكل اهو، لو انت خدت بالك هنا هو عاملها ازاي، مدي جزء اهو سوليد حته واحده خلاص، وهنا الفواصل دي بانل زي ما هو عاملها كده حوالي 5 سم 5 سم. باشمهندس احمد نايف، يا ريت تتاكد بالصوت، لان اعتقد ان كل سامعني، يعني في ناس بترد عليا، اعتقد ان كل سامعني، اوكي، فيا ريت باشمهندس احمد تتاكد ان هو الصوت عندك شغال، تمام. طب هنمشي كده على منطقه باشمهندس ابو بكر ونشوف، نفتح كده الماكس، هو عايز يعمل بارتيشن داخل العمود هنا كده زي ما انتم شايفين كده، طبعا ايه
ممكن اجيب ريكتانجل عادي جدا اهو، والسناب بتاعي الجميل اللذيذ على الاند بوينت، اند بوينت بس اقفل البريد دي اوكي خلاص، وابتدي ارسم من هنا كده ادي ريكتانجل. طبعا انا ممكن اعمله في الكاد واشتغل، ما عنديش مشكله يعني، ممكن اعمله في الكاد واشتغل، بس انا شايف ان الدنيا هنا سهله. الريكتانجل ده مثلا اللينس بتاعه 26، لا هقول انا عايز اللينس ده بس 10 سم خلاص اوكي. الويتس بتاعه حوالي مثلا نقول احنا قلنا كام، 3 متر او 2 متر ونص مش مشكله، هو طلع 3 متر تمام، ولا خليه 2.5 2.5 عشان باشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا، يبقى زي ما هو عامله بالظبط اوكي تمام كده باشمهندس ابو بكر. طيب حلو قوي، هناخد بقى بعد كده ده نعمل له سناب على العمود ده كده ماشي، يبقى عندي ده الجزء بتاعي اللي انا بتكلم فيه اهو خلاص. نشوفه كده في 3 دي، عشان طبعا انا كل من القياس بتاعي في الرؤيه بيبقى 3 دي عشان احكم على الشغل بتاعي. هنبص كده عليه، طبعا هو طاير في السماء اهو خلاص، لان احنا عاملينه سناب على العمود بتاعه. طيب هناخده كده ننزله في الارض، ناخد السناب هنقول لا والله ده ينزل في الارض بعد اذن معلم، او يطلع مثلا على الارض حوالي 10 سم اللي هو سمك الايه البلاط بتاعنا، يبقى هو كده على وش الارض بسمك البلاط بتاعنا يا باشمهندسين تمام. حد عنده مشكله كده في اللي احنا عملناه؟ طيب يبقى انا كده عملت الايه البارتيشن بتاعي. طب تعالى بقى اخد البارتيشن ده ونبتدي نشتغل عليه خلاص، انا حطيت الديزاين بتاعي والدنيا عندي زي الفل. طب اوكي هعمل انا بقى ايه دلوقتي في الجزئيه بتاعتي اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ قدامي حاجه من الاثنين، يعني انا دلوقتي الباشمهندس عامل يعمل عامل جزء بانل وجزء، انا بوريك الحاجات دي بتتعمل ازاي لان كده نادر قوي ما هتلاقي البلوك ده موجود، يعني دايما الحاجات الحوائط دي كلها غالبا مش هتلاقي البلوك موجود. فانا هاجي هنا من عند المنتصف تقريبا بالظبط، وهدخل حوالي 5 سم اللي هو سمك البروز بتاعي، يعني هدخل حوالي 5 سم. او ممكن اعمل حركه لذيذه قوي ماشي، ان انا هاخد ده اوكي اوكي تمام كده في 3 دي، واقول له بعد اذنك اعمل لي اكسترود، يعني هو ليه كذا طريقه للشغل يعني، وهطلع مثلا سي مثلا ساي مثلا بارتفاع 2 متر، يعني بطش هيبقى حوالي 2 متر فقط لا غير تمام. حد عنده مشكله في اللي بعمله ده؟ يعني كده بسيط كده هتلاقي البطشن 2 متر فقط اللي هو الفاصل بتاعنا. عايز تفصل لحد فوق براحتك يعني، بس انا اعتقد ان هو يبقى لفوق اوفر قوي يعني، اعتقد كده كويس، او ممكن يبقى بارتفاع الايه، بس طبعا اعتقد كده مناسب يعني، ممكن 2 متر ممكن اقول 2 متر وربع مثلا يعني كده ماشي، ولا كده كبير قوي ماشي اوكي ممكن، لا خليك 2 متر اعتقد 2 متر افضل تمام مظبوط ماشي اوكي. طيب ال 2 متر دول بقى نعمل ايه؟ تعالى بقى يا سيدي هنا في ال 2 متر دول، واقوم جاي راسم لك على ال 2 متر دول كده ريكتانجل هنا صغير كده ماشي، ادي ريكتانجل وهرسمه الريكتانجل ده كده، واقول له الريكتانجل ده بعد اذن معاليك انا عايزه كام؟ ها 5 سم في 5 سم معايا يا باشمهندس؟ 5 سم بكام؟ ب 5 سم 5 في 5 اوكي، 5 سم بكام؟ 5 سم. حد عنده مشكله في اللي انا عملته ده؟ اوكي حد عنده مشكله؟ يبقى انا كده عملت بقى، لان هي البانل كام؟ 5 في 5، حتى هو عملها في ايه؟ الرسمه بتاعته 5 في 5، يعني لو بصيت الكاد هنا كده اهو، لو كبرنا الكاد هتلاقيه هو عملها كام؟ لو انت قست كده دي اي الديستنس بتاعي هتلاقيه هنا عملها كام؟ 5 سم اوكي. فعمق طبعا بتبقى 5 سم برضه ماشي، ممكن تخليها 3 او ممكن تخليها 5 براحتك، زي ما ممكن واحد يقول لك خليها 3 سم مثلا تمام، بس اعتقد 5 هتبقى افضل تدينا شكل احسن. طيب ادي البانل بتاعتنا اهي، وهاجي كده على الموديفاي بتاعي وهديله برضه الاكسترود، هيبقى ارتفاعه كام؟ برضه 2 متر يا باشمهندس تمام كده. لو بصيت عليهم كده من هنا من هنا كده اهو، هتلاقي الايه البانل اهي دي مع دي، شايفينها اهي دي مع دي كده تمام كده. طيب لو انا خدت البانل دي كده من هنا ورحت موحلها كده يعني تقريبا اهي، خد بالك ان هم لازم الاثنين يكونوا في نفس الليفل، فهمت حاجه؟ يعني ما ايه لان هوريها دلوقتي حاجه عشان تفهم انا عاوز اقول ايه، او واخد ده كده بالسناب واخد النقطه دي كده من هنا لحد اول دي اوكي، واقدر الون المربع ده بلون مختلف للتمييز فقط لا غير، خلينا في لون فاتح كده اهو تمام. لازم يكون وش البانل دي مع وش الايه الخشب العادي، يعني الفراغات هتبقى موجوده للداخل فقط لا غير تمام، كانك بتعمل حفر لجوه يعني. طيب تعالى بقى نشتغل على الجزئيه دي كده ونفتح الايه تمام، وهناخد الموضوع ده ماشي على ممكن تاخده مثلا اري، ممكن تاخده شيفت وتتحرك زي ما انت عايز، وليكن مثلا اقول لك والله انا هاخده مثلا سي شيفت كده خلاص اهو بحوالي 5 سم فاهمني، او مثلا كده او ده كده 10 سم تقريبا كده 5 سم بالظبط. جبتها منين يا باشمهندس؟ بص كده في الاكس تحت ايدي على طول، يعني بص كده في الاكس تحت هتلاقي هنا ايه كان مديني 5 سم. طب الانستنس بتاعي انا عايز كام واحده؟ وليكن مثلا سي 10
اوكي وانستنس اوكي واقول له اوكي. هتلاقي كده انت عملت ايه البانل بتاعتك ايه. خلاص عايز تزود عن كده زود ما عنديش مشكله خالص. فهمنا حاجه ولا ايه تاني؟ فهمنا حاجه ولا ايه تاني يا باشمهندسين؟ باشمهندسين اعزائي اوكي واضح كده الدنيا؟ طيب كويس قوي. طب انا كده خدت البانل بتاعتي دي اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده بالظبط ماشي. نفس الموضوع ده كده اهو. ممكن بقى ايه ممكن ازود زي مثلا واحده من هنا كده اعمل لها موف في الاكس مثلا كام، الاكس هنا كام، ده ممكن ازوده كام سنتي او 5 سنتي كمان، ممكن انقل ده مع ده او ممكن ازود عنه. بس انا الاولى دي ممكن اشيلها يعني خلاص يعني ممكن ايه افصل اللي جوه ده ما علينا يعني. المهم ايه نفس الايه الموضوع ده كده تقريبا. او ممكن نسيب مثلا ايه ناخد ده كنترول مع ده كده مع ده يعني ممكن نرحلها جوه شويه بحيث ان ما يبداش الايه البانل عندي يبقى ايه بقطع الطريق في الاول. خلاص كل ده ارحله لجوه كام اوفست لجوه مثلا سي في الاكس خلاص كام 5 سم. سوري عفوا المفروض ماينس انا عفوا يعني كانسل معلش كنترول زد المفروض اقول له كده ايه اعمل لهم ماينس 5 سم عشان يمشي طبعا عكس ماينس 0.05 سم اوكي اهو خلاص. انا عملت كده عشان ما يبقاش القطع في الاول فاهميني يعني ما يبقاش القطع من اول ايه البانل من عندي هنا كده يا باشمهندس. يبقى انا كده ايه سبت 5 سم وبدات اقطع بعد منها على طول اوكي تمام بالماينس بنظر شلون صور. طيب انا بعد ما خلصت القصه دي كلها تمام ببدا اشتغل عندي اوكي اخد بقى ايه الاخ ده واقول له بعد اذن عليك انا ممكن طبعا اقول هنا بعد اذنك الاتش عشان تبقى عندي واخد ده واروح على الامر بتاعي الجميل بتاع الايه ها حد فاكر؟ هقول له ايه عندك الايه في الكومباوند هنا اقول لك اعمل لي ايه ها برو بوليان برو بوليان اهو ابتدي اقول له بقى ايه عايزين نعمل سبتراكشن وستارت بيكنج ابتدي فضي لي بقى ده مع ده شايفين بعمل ايه اهو بفضي البانل بتاعتي ده بمنتهى البساطه والسهوله ابتدي اخد ايه البانل كده ده ابسط الطرق ان انا اشتغل. طبعا كان ممكن ارسمها واشتغل عليها خلاص انا خلصت البانل بتاعتي كده في البرو بوليان ويبقى ده الشكل بتاعي يا باشمهندس ابو بكر اللي انت طلعت شايفه اهو واضح كده ولا ايه تاني؟ يا باشمهندس واضح كده اللي انا عملته ده؟ يبقى انا كده خدت الايه؟ الشكل بتاعه اوكي. وخد بالك انا كنت بتكلم فيه ان هم كلهم يكونوا استقامه واحده يعني السوليد ماشي في نفس الايه الحافه اللي بره دي فاهمين؟ ده اللي كنت بتكلم فيه عشان كده خدته الغائر اللي جوه بحيث ان البانل كله يكون بنفس السمك ماشي معايا 10 سم ومسطر ما يبقاش ده بارز عن الايه الجسم بتاع البارتيشن يعني بصيت من فوق كده هتلاقي كله ماشي ايه لاين واحد تمام شايفين اهو تمام. يبقى انا كنت بحفر فيه فقط لا غير. ده البارتيشن اللي كان باشمهندس محمد ابو بكر عمله او عمل الديزاين بتاعه ما عندناش مشكله عملناه له زي ما هو عايز بالظبط تمام وظبطنا له الدنيا عشان باشمهندس محمد بس ما يزعلش مننا ويقول لك انت ايه خالفنا التصميم يعني صح باشمهندس. طيب تعالى احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعت الايه البارتيشن ده كده خلاص الدنيا زي الفل عملنا كده اهو قال عندك بارتيشن اهو خشب وماينس. طبعا انت ممكن بقى لو شطور بقى تعمل ايه بقى ها حته ثانيه بقى كده ايه فرق يعني عارف انت ايه فرواده شويه ازاي انك تقطع بقى بالعكس من هنا يعني تعكس تمام يبقى الناحيه الثانيه مش هشرب برضه من هنا ومن الناحيه الثانيه دي كده فهمنا حاجه؟ فهمنا؟ يعني ممكن اخد بقى ايه افضي من هنا من الاول كده برضه خمسه وهنا امشي ايه نفس الايه العكس الثاني بتاعنا كله بالظبط يبقى من ناحيتين يبقى من هنا بدل ما هو بقى سوليد من هنا برضه يبقى واخد ايه؟ او ممكن اعمله من جوه من هنا يعني اعكس دول مع الناحيه الثانيه هنا بحيث يبقى من الشكل ده برضه واخد شغل بانل ومن الناحيه دي واخد شغل بانل يبقى من ناحيتين مدي شكل ديكور افضل اعتقد ده ممكن يكون احسن. ممكن فكره هنا منها كده سريعا قبل ما نعمل الايه شغل البرو بوليان بتاعنا اهو نرجعه تاني زي ما كان كده تمام اهو فهمتني كده يا باشمهندس؟ باشمهندس محمد بيقول لو ستيل افضل اوكي طبعا لو ستيل مفيش مشاكل زي ما انت عايز براحتك ده انت وذوقك في الشغل دي حاجه بتاعتك انت تشتغل فيها زي ما انت عايز محدش يقدر ايه يجبرك على حاجه ويقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. احنا بنحط افكار وبنحاول نفكر مع بعض الديكور بقى دي بتاعتك انت زي ما انت عايز هقول ده كده كوبي اوكي واخد الجزء ده بس من الناحيه الثانيه فهمنا حاجه؟ يعني نبدا كده معاه اوكي بس من الناحيه دي كده هنسقطه من الناحيه دي كده فهمنا كده يا جماعه؟ اوكي يبقى انا هقطع بس يبقى من الناحيه دي من هنا كده ومن الناحيه دي العكس الناحيه الثانيه. وضحت ولا ايه الثاني؟ فهمنا الفكره؟ ده برضه اهو اضافه لشغل الباشمهندس محمد برضه طبعا هنظبطها كده تقريبا ماشي حاجه بسيطه كده تظبط معانا خلاص يبقى الدنيا معانا ايه تمام مفيش مشكله خالص تمام عندي اهو. يبقى انا كده ظبطت الجزء ده اتقطع واتاكد طبعا ان هو ايه ما يبقاش نازل لجوه لا محتاج يطلع لبره عشان ايه التفريغ بتاعي لازم يكون كويس عشان ما ايه ما يبوظليش الدنيا. لا اما اطلع لبره ملي ولا حاجه ما عنديش مشكله بس يقطع معايا.
خلاص اعتقد كده الدنيا مظبوطه معاك. اوكي طب هناخد بقى ده كده نبتدي نقطعه تاني زي ما احنا قلنا تلات كومبوينت ونقول لك ستارت بيكنج بقى وسب كراكشن ونبتدي نقول له بقى شيل لي بقى كل الحاجات دي كده لو سمحت اهو كده بيتفرج معايا وشايفين اهو التفريغ شغال معايا اهو الدنيا تمام التمام مفيش ادنى مشكله خالص. اوكي اهو واشيل بقى دول كمان يبقى انا فرغت من هنا فرغت من هنا يبقى انا ايه عارف ده بيقول ايه ضربت عصفورين بحجر واحد زي ما بيقولوا يعني في المثل الفلاحي خلاص اه كده اوكي خلصت اللي كده والبروبولين خلاص يبقى انا كده عملت ده من اتجاهين الاثنين ادي اتجاه وادي اتجاه يبقى انا كده عندي في الشغل بتاعي تمام هنا بارتيشن كده اهو ولو رحت من الناحيه الثانيه كده هتلاقي نفس الايه القطاع من الناحيه الثانيه من عند الصبح يبقى انا كده ايه ظبطت الدنيا عندي. وطبعا باشمهندس محمد مش عاجبه باشمهندس محمد صديقي العزيز بيقول لك لا باشمهندس احنا كنا عملناها ستيل احسن مفيش مشكله باشمهندس محمد. على فكره يا باشمهندسين انا عايز اقول لكم على حاجه يعني انا اوضح معاكم هنا المفروض وانت شغال في البيت انت ليك الحريه انك تضيف اللي انت عايزه مش الناس برضو بتطبق ورايا ولا الناس بس معتمدين ان انا شغال وخلاص. مش المفروض ان الحاجات دي الناس بتطبق ورايا الشغل ده وبيراجعوا وبيستفيدوا من المعلومه دي بالتطبيق ولا الناس بس بتتابع فيديو وخلاص وساعه التطبيق مفيش حد. تمام؟ يعني ايه ساعه التطبيق مفيش حد ولا ايه؟ انا ستيل احسن ايه 6 ايه؟ احسن 6 هادي ايه مش عارف يعني مش في باشمهندسه بتسال بتقول لي الماتيريال هنا ايه؟ باشمهندسه الماتيريال هنا الجزء اللي هيبقى خشب. الماتيريال هنا بخشب باشمهندسه زينه. اوكي؟ تمام باشمهندس محمد بيقول لي بيطبق ستيل نفرغ ماشي ما ستيل ونفرغه مفيش مشاكل بس خد بالك ده هيبقى عليه تلفزيون. انت فاهمني؟ هيبقى عليه تلفزيون فالستيل هيحتاج جزء مصمت عشان التلفزيون باشمهندس محمد. يعني هو هنا محطوط عشان التلفزيون. اوكي؟ تمام؟ فانت لو تظبط بقى ايه؟ طب ماشي يا باشمهندس اوكي ماشي يا باشمهندس محمد براحتك ماشي اوكي تمام كده. طيب تعال بقى نبتدي نفرش ودي بقى قصه بقى كبيره شويه لان بصراحه انا قعدت يمكن انا بس عشان ظروف سفر انا بكره مش في القاهره بقالي كام يوم وعندي شغل ودماغي بصراحه مدموشه فعندي شويه بلوكات كده بصراحه وانا قاعد كنت عمال اقلب فيهم فنتفرج عليهم مع بعض. طبعا في عندي شبيك الومتال طبعا عندي شباك الومتال لازم استخدمه. في ناس طبعا ده شباك الومتال اهو عادي جدا ممكن يركب عندنا ده اللي هو المفصل اوكي ده ممكن بلوك جاهز. في شباك تاني برضه اهو ده شباك اهو برضه مفصلي طرفتين زي ما انتم شايفين كده ده شفاف خد بالك ان الازاز ده هنا شفاف اوكي طبعا الماتيريال ممكن اغيره عادي يعني ما عنديش مشكله في تغيير الماتيريال هنا برضه اعتقد الازاز شفاف برضه نفس الموضوع اوكي. طيب في شباك تاني برضه اهو دي شبيك تاني بس ده الازاز مصنفر ده الجرار مصنفر يعني ايه مصنفر يعني ده بيتحط مثلا في غرف النوم بيتحط في المكاتب بحيث ما يبقاش كاشف. الناحيه الثانيه ده بيسموه ازاز مصنفر اللي هو بيبقى مش شفاف مش كلير لا بيبقى واخد نوع من الزخرفه كده مغطي على ال يعني عامل يعني عامل زي كابينه الشاور كده بيبقى الازاز بتاعها مصنفر ما بقاش شفاف. طيب عايزين بيبان عندنا بسم الله في عندي بيبان اهي دي مجموعه كده بختار منها الباب اللي يعجبني زي ما انتم شايفين كده اهو دي مجموعه ابواب يعني دي ميكس ما بين الاثنين ما بين الكلاسيك وما بين المودرن يعني دي البيبان دي ميكس باشمهندس انا اول مره اشتغل عليه. طب مش بص باشمهندس زينب لو اول مره انا انصحك في موقع عندنا جميل جدا هوريه لك دلوقتي اسمه 3 دي بروت 3 دي بروت تمام الموقع ده افضل موقع دلوقتي حاليا 3 دي بروت افتكر بس الفروتس اهو خلاص ده 3 دي بروت ده موقع تمام الموقع ده من افضل مواقع البلوكات بصراحه ويمكن انا يمكن اتكلمت فيها مع بعض الزملاء اللي معايا هم عارفين طبعا الموقع ده ممكن اخد 3 دي بروت بس من غير فورنيتشر والكلام ده كله فموقع 3 دي بروت بس اوكي الموقع ده يمكن افضل موقع بلوكات يا باشمهندسه زين الموقع اهو نفتح كده الموقع بتاعنا وعلى فكره الموقع فيه شغل عادي فيه شغل فري عشان بس الناس مش بعمل اذاعه عليه ولا صيت هو موقع طبعا قوي جدا هو كان فيه كذا موقع في موقع 3 دي سكاي 3 دي سكاي بس طبعا فيه جزء فلوس او كله طبعا مادي جزء او هو في شغل طبعا ممتاز ولكن كله طبعا بفلوس بالدفع في 3 دي دي اللي هو موقع صيني اوكي برضه بقى اتجه دلوقتي طبعا هو مشكلته كمان في اللغه يعني 3 دي دي ده لغه صيني تمام
قدامكم حل من اثنين، يا اما تترجمه يا اما تعلمه الصيني. اوكي يعني في موقع الصيني دي 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 ده كده اهو اصل دي دي 66 تقريبا هو ده اي ثينك. تمام ابص موقع ما شاء الله تبارك الله، اصلا هو مش عارفين اصلا ده بيشتغل، يعني عايزين حد يترجم يا جماعه، يعني عايزين مترجم صيني يشرح لنا فين الداونلود في الموضوع ده. خلاص شغل حلو جدا، لكن برضو احنا عايزين لغه. تمام طبعا هنا الراجل ده بيترجم اهو التشاينيز سمبليفايد، عايز يترجم وبيحمل الموقع بتاعنا. تمام ده موقع طبعا زي ما انتم شايفين كله ما شاء الله تبارك الله، مش عارفين كيف الداونلود من الابلود من الكلام ده كله. فالموضوع ده الموضوع صعب قوي. اوكي فده احنا بنهرب منه بصراحه، ماشي عشان بس نجاح. فالموقع الجديد بقى اللي انا بنصح الناس بيه الموقع اسمه 3 دي بوت. تمام موقع كويس زي ما انتم شايفين شغله كويس حلو. اوكي وهتلاقي في حاجات فري كتير قوي، يعني في حاجات فري وفي حاجات بفلوس، يعني خد بالك هو الموقع ما هوش كله فري، لا في فلوس وفي فري. يعني هتلاقي تعرف منين بص تحت كده، هتلاقي تحت مكتوب كلمه تحت البلوك فري، او شايفها كلمه فري شايفها فري، الحاجات دي فري. تمام البرو دي بفلوس، يعني البرو دي اللي هي البروفيشنال دي بفلوس. ليه باشمهندس محمد جالك اسس ليه؟ انت قصدك على انهي؟ الصيني ولا ايه؟ ها؟ تمام هننزل كده باشمهندس هتلاقي حاجات زي كده، يعني مثلا حاجه زي كده بس دي برو، برو كده تبص على الكلمه تحت كده اللي هو ايه؟ اه لا الصيني ده ربنا يعينك يعني. ف 3 دي برو هتلاقيه كويس، هنا برضو جزء اهو لو كده هتلاقيه فري اهو. شايفين كده يا جماعه؟ هنا برضو فري، يعني في حاجات تلاقي ما فيها فري، حاجات جميله جدا يعني حاجات مش وحشه. هنا بس بص جزء كلاسيك تحفه جدا ومعمول فري، يعني خد بالك ده تعمل بس كليك يمين كده باشمهندس شيماء لو معايا عشان الموضوع عفوا باشمهندس زينب تقريبا ولا شيماء مش فاكر الاسم عفوا باشمهندسه اعتقد زينب اه تمام. هنا كده انزل عليك اهو تمام ادي جزء ديكور كامل. طبعا الموضوع ده عشان نعمله 3 دي الموضوع بيبقى يعني متعب جدا جدا خلاص مش للدرجه طبعا بالنسبه لي الحمد لله سهل، بس انا بتكلم بالنسبه لكم انتم كمبتدئ الموضوع بيبقى مضحك قوي. فعندك البلوك اهو موجود ممكن بس مجرد بس اقول له داونلود اهو كده داونلود كده خلاص هبتدي ينزل معايا. هو كان في الموقع ده كان فيه مشكله ان هو كان تبع جوجل شويه تمام هقول له كده انا رابط انا بوريكم بس داونلود ازاي عشان الناس تشتغل عايز احط ناس البلوكات. هتلاقي كل اللي انت محتاجه في الموقع ده او بيقول لك بس ويت ويت سكند انا بوريك بس الايه الداونلود والشغل عامل ازاي عشان ايه للناس اللي مش عارفه تجيب ولا جيت خلاص. هديك اللينك بتاعك مجرد ما تدوس عليه كده يعمل لك داونلود اهو خلاص بيبدا ينزل داونلود شايفينه فين اهو. تمام بيقول لك والله ده الموضوع هياخد كده بتسيبه هو شغال بقى مع نفسه خلاص الموضوع انتهى خلاص هو خلص كده البلوك خلاص كده خلاص. تمام طبعا الصوره عندي هنا يعني تقريبا كامل عليها كويسه ربنا يستر يعني خلاص. وهتلاقي بقى في ديكورات ثانيه كتيره قوي 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 وزي ما فهمت كده ايه لو مش مهندس زينب عشان تبقى فهمان هتلاقي عندك الفري وعندك الايه الجزء بتاع البرو يعني في برو في فري فبص بس على البلوك وكده. تمام وضحت كده يا باشمهندسين ولا حد عنده مشكله؟ باشمهندسين الاعزاء وضحت ولا عند حد عنده مشكله؟ اوكي مش مهندس زينب فانت تخش تجيب اللي انت عايزاه من الموقع ده اعتقد هيبقى فيه كافي ان شاء الله لكل المواد والبلوكات والمواقع اللي انت ممكن تحتاجيها باذن الله. تمام طيب نرجع بقى نشوف شغلنا احنا. دي مجموعه بلوكات زي ما انتم شايفين ابواب هي ممكن اختار منهم اي باب فانا كده محتاج البيبان والشبابيك عندي اعتقد الدنيا الحمد لله. انا عندي هرمي كده بلوك البيبان وبلوك الشباك هناخد انهي شباك مثلا اي واحد منهم ممكن اخد ده او ده بص كده على ده ماشي ده كويس والتاني شكله فاكين كده يعني شكله روش كده شويه ماشي ممكن اخد ده بس ده جراي لا خلينا في الثاني احسن ابيض كويس ماشي ممكن اخد الشباك ده كده خلاص ادي البلوك بتاعه هنا اهو ادي الويندو بتاعتنا وابتدي اسحب البلوك ده هنا خد بالك بقى في النقطه ان البلوك بينزل في 3 دي بينزل هنا في 3 دي ما بينزلش فيه اي جزء ثاني غير في 3 دي ممكن الم ده كده شويه مؤقتا عشان اعرف اشتغل وارمي البلوك ده هنا دراج ودروب على طول كده اهو هنا بقول لك اعمل اوبن ولا ميرج ولا اكس ري انا دايما ده الافضل طبعا تحط على طول ميرج اوبن هيقفل ده ويفتح لك الملف بتاع الويندو اكس ريف هيبقى اكسترنال ريفرنس مش مفضل طبعا خلاص فانا بقول لك لا ميرج على طول هينزل لك الميرج طبعا هنا عشان تحويل هنا من 2011 زي ما قلت لك النقطه دي او اقول له اوبن هنا برده كونفرت والكلام ده كله خلاص ماشي يا سيدي كونفرت وخلاص ما تتقلقنيش او ممكن اقول له بس ايه اوبن وخلاص فين كونفرت اوكي ما فيش مشاكل خلاص هو كونفرت شكرا متشكرين جدا ابتدي ينزل معاك الشباك اهو شايفينه كده ادي الشباك بتاعنا اهو طيب نجيب الباب بالمره انا دايما بحب ارمي البلوكات عندي على طول باستمرار مره واحده ارميه فين البيبان كانت لسه الباب هنا قدامي فين بسم الله كان لسه البيبان عندي هنا فين 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 اهو ادي البيبان بسحب برده كده دراج ودروب هنا ماشي اهو نزلوا كلهم ما شاء الله تبارك الله عارفين ايه حاجه كده ايه يعني جايبين بيبان وبراند بيبان الجيران مع المبنى قد المشروع
المهم ادي الباب والشباك خلاص، اطلع كده ابص عليهم بقى ابتدي اظبط. هنختار اي شكل من البيبان يا باشمهندسين، اي شكل يعجبكم. ها في اصلا بيبان ملوحه لوحه جميله قوي. انهي باب مثلا ممكن نختاره؟ باب زي كده مثلا، ماشي ممكن اخد زي الباب زي كده. انا هبقى كل دول، كل بيبان دي كده جديد خلاص مش عايزها، كل بيبان دي كده عشان اظبط بس الايه الدنيا بتاعتي. كل ده كده مش عايزه خلاص، واسيب بس الباب فقط اللي انا عايزه اللي هو ده كده. طبعا ده نسي اوكر ولا هو ماشي، شيل بقى كل ده كده تمام ديليت. الباب ده يهمني جدا طبعا يتعمل له جروب، ده موضوع مهم جدا، ده جروب اسميه دور تمام. اوكي اعمل له كده جروب مع بعضه خلاص. وطبعا هو سكيله ضخم جدا 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 تمام. عشان اعرف ابعاده بالظبط، في حاجه جميله قوي من كده تزيينه، ممكن اقدر اعرف الابعاد بتاعته، حاجه اسمها الميجر اهي خلاص. بقول لك هنا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ده 23 متر مش 50 حوالي 9 متر. طبعا ارقام خزعبليه، فانا هضطر اعمل له سكيل طبعا كتير قوي لحد ايه ما احاول اقرب من ايه من الابعاد اللي انا عايزها تمام. وبعد كده ابتدي احركه قرب المشروع بتاعي كده تمام. طبعا الابعاد دي مش مظبوطه خالص طبعا، الزد بتاعه 9 متر وشويه اوفر قوي تمام. 9 متر ايه يا عم خلاص يعني. والعرض شويه، العرض الواي بتاعه عرضه حوالي يا نهار ابيض عدد كتير كده ماشي. بتابع هنا قال لك الزد بتاعه 2 متر وشويه، عايز يقل شويه. الواي 54 سنتي اوفر قوي. الاكس بتاعه متر و30 يعني ايه، يبقى كده ممكن العب حته حته، باخد الزد بس الطول اصغر كده. الباب 2 متر ايوه حلو، 2 متر 22 بالظبط. وهنا بيبقى حوالي كام 15 سنتي يزيد ولا يقل، بقلل كده واحده واحده خلاص تمام. اوكي هنا طبعا مفيش بقى ايه اعمل الاين زي الكاد والكلام ده كله خلاص، فما بينفعش عندي الكلام ده، فانا بظبط كل الكلام ده كده. اوكي 17 سم ما عنديش مشكله، حتى لو 17 مش فكره. والارتفاع بتاع 2 متر 10، العرض وشويه لا هو العرض بيبقى 3 متر فقط لا غير، فبنزل 30 سم دول تقريبا. ها كده ايوه تمام، بس يعني سن ظنون خلاص حلو قوي كده بارك الله في الملعب. يبقى ده الباب بتاعي هو باشمهندسين تمام. هقدر اعمل له موف بقى وانزله فين؟ جنب الايه؟ الحاج الشباك بتاعه كده اوكي، لان هو طبعا الزد بتاعه بسم الله ما شاء الله 23 متر. انا هقول لا الزد بتاعه مثلا 90 متر ولا حاجه، ينزل من الارض شويه كده عشان ما يبقاش ايه صعب قوي في الشغل بتاعه كده. انا نزلت شباك وباب اهم، وابتدي اعرف بقى ايه الشغل بتاعي باشمهندسين. الشباك بتاعي قفل باشمهندسين. الشباك بتاعي طبعا هيبقى الوش بتاعه لجوه، فاضطر اعمل له روتيت تمام. وكنا محددين زاويه قبل كده في كليم، قلنا بنلف غالبا 90 درجه، ده معظم شغلنا بيبقى 90 درجه عموما اهو كده تمام. ادي الشباك بتاعي نقفل الزاويه، وابتدي اسقط الشباك بتاعي على الشباك هنا. انا طبعا ما اعرفش الشباك هنا قد ايه، مثلا منه 143. لو بصيت هنا قال لك ارتفاع 2 متر اوكي، ممكن اخد بقى ايه مع الحيطه كنترول مع الحيطه دي، الحيطه بتاعتنا هي اللي هي دي كده زي الوول ايوه، والاثنين نعملهم ايزوليت كده بالراحه عشان نبص كده من واجهه. طبعا الشباك ده قال لك ارتفاعه 2 متر طبعا اوفر قوي، السلك بتاعه 15 ماشي والعرض 2 في 2، يبقى ده 2 في 2 2 في 2، يبقى انا محتاج ان انا اخليه متر ونص في متر ونص. فهمنا كده يا باشمهندسين تمام، واضح الكلام ده. يبقى هجيب الشباك بتاعي كده، ده متر ونص في متر ونص، يبقى انا محتاج ان انا اظبط الشباك بتاعي شويه كده اهو. واقول لك تعالى بقى في السكيل بتاعي، واحد يقول لي طب يا باشمهندس مفيش مقاسات دي بنظبطها كده، يقول لك لا احنا بنجيبها كده تقريبي. لان احنا قلنا قبل كده ان الماكس بتاعنا مش زي الكاد، احنا في الماكس يا جماعه شغلنا مش زي الكاد تمام، احنا هنا بنشتغل تقريبيا خلاص. اعتقد جوه كده مظبوط لان ده الوش بيبقى الداخل، فلو خدنا ده كده اعتقد كده هو كده يبقى عندك ايه الحافه بتاعته مظبوطه اهي، شايفها الحافه دي داخليه كده تمام، والحافه دي داخليه تمام زي ما انت شايف كده. ممكن ترجع سنه بسيطه قوي على ان الشغل بتاعك اهو كده، يبقى الحافه مظبوطه عندك اهي بالظبط تمام. طيب تعالى بقى كده نبص من الواجهه الاماميه. طبعا الواجهه الاماميه الشباك ما شاء الله نازل في الارض تمام، عايزين نرفعه فوق كده اهو، يثبت معايا على الواجهه. شوف بقى الجزء اللي احنا بنتكلم فيه بقى كده اهو، انا بظبط على الواجهات دي كلها كده اهي تمام. في حد امبيانت اوكي ماشي، بنظبط الكلام ده كله. طبعا محتاج برضه ده يصغر، ده ارتفاعه 2 متر، فانا عايز اصغر برضه السكيل كده واصغر الارتفاع بتاعي كده اوكي، وبعدين احرك لفوق اظبط الارتفاع. طبعا عيني تبقى هنا بتجيب لي ارتفاع ده، انا متر و60 في متر و50 يعني اعتقد مظبوط شويه
من اليوتيليتيز هنا ورا يا باشمهندس، باشمهندسه تمام، اهو ورا هنا كده تمام شايفها، او من اليوتيليتيز كده بتلاقي ميجرد موجوده هنا في القائمه دي كده، بيجي لك بعد اكس واي وزد بتبدا اظبط عليها على قد ما اقدر يعني. اوكي طيب لو بصينا كده فوق هادي بيقول لك الجزء ناقص من الشباك، هي الجزء ناقص من الشباك فين؟ فين يا باشمهندس؟ ده الباب يا باشمهندس، لو بتتكلم عن ده الباب تمام، فين الكالون؟ فين الكالون؟ مفيش حاجه يا باشمهندس هنا خالص، مفيش حاجه اهو، ده الباب، ده الباب تمام، ده الباب اوكي ماشي، ده الشباك بتاعنا اهو والحافه بتاعته من جوه. طب تيجي نشوف ال 3 دي كده، يا ترى الشباك ده شكله عامل ازاي يا باشمهندس كده؟ نلف كده ايه حواليه ونبص كده من جوه، من حته من جوه، يا سلام الدنيا زي الفل، ما عندناش مشكله. ما اعرفش دي المسوده دي ودي شفافه ودي زعلانه، ما علينا كده. بقى الشباك بتاعنا اهو زي ما انت شايف كده، الامتال على الحيطه الدنيا زي الفل، ودي مفصلاته. اه في ضلفه منسيه تقريبا صح؟ هل ضلفه بقى هي دي ولا الباب فين؟ هشوف كده بقى ايه، هل ممكن نسينا حاجه في البلوك؟ بس انا اعتقد ان احنا ما عندناش حاجه نسيناها ولا ايه؟ ولو كان ضفيته مفتوحه على طول ممكن تكون هي دي؟ اه هي دي صحيح. ثواني بقى كده، كنترول زد، كل اللي عملناه ده كله كده نرجع لحد ما نجيب ايه؟ نحجز الشباك زي ما كان عشان ما يزعلش من ايوه كده ماشي. طيب يبقى كده الشباك بتاعنا كله هتعمل جروب بقى، الشباك ده كان ناقصه جروب صحيح. معلش يا باشمهندس انت خدت بالك من القصه دي؟ اه بالظبط، هي بقى النقطه دي بتعمل معاها جروب، ده لازم اخد بالي من الكلام ده كله. يقول لك ده اللي هو الايه الويندو، وان كده وخلاص، يقول لك اوكي تمام ماشي. وهنا ما ننساش ان لازم اظبط الايه البيبوت بتاعه في النص عشان ما اتعبش نفسي في الحركه بتاعته تمام. طب كويس بقى، نرجع بقى نعمل الخطوات اللي احنا عملناها دي كده من شويه، بحاول اوسطنها على قد ما اقدر في النص كده، وابتدي العب بالسكيل هنا برضه كده في الجزء ده، برفعه فوق كده تمام، وابتدي اظبط ايه السكيل بتاعي، اخد السكيل كده وعيني على الميجرد هنا اهو، ببص الابعاد بتاعتي ماشيه ازاي. خلاص اصغر اكس كده شويه اهو كده، ونعمل له موف نوسطها تاني تمام ماشي، أو اعتقد هو كده تقريبا مظبوط بالظبط. عايز ارجع بس لورا كده شويه، حاجه بسيطه قوي اعتقد كده ماشي تمام اوكي، اعتقد كده هو ماشي على الحافه بتاعت الحيطه بالظبط. خلاص فاضل لي بس ارتفاعه اللي هو ده كده، هقول له كده برده كده اصغر الارتفاع بتاعه كل شويه، واحاول اظبطه اوسطه على الفتحه بالظبط كده اهو، بحيث ان يقفل لي فتح الشباك، وممكن اكبر الشاشه دي الت دبليو خلاص تكبير الشاشه. بص هو عايز يكبر حاجه بسيطه قوي او يتحرك حاجه بسيطه لفوق، ايوه كده تمام اوكي ماشي خلاص كده حلو جدا. نبص بقى عليه كده من جوه الت دبليو كده، ونرجع من الفيو ده ونقول له بعدين اذن حضرتك ورينا يا ترى شكل الشباك بقى عامل ازاي من الداخل، ونبص كده من جوه اعتقد كده الشباك كويس تمام، الشباك كده اعتقد كده مظبوط، مفيش فيها اي مشكله خالص باذن الله تمام كده يا باشمهندسين. واضح الكلام ده؟ واضح اللي احنا بنعمله ولا ايه؟ ممكن ادي بس حته ممكن اقول. طب واحد هنا يقول لي يا باشمهندس طب انا ليه الشباك مش باين الماتيريال بتاعه؟ انا جايب الشباك ده ماتيريال صح؟ اقول لك انا عندي هنا مشكله للاسف، لسه يا باشمهندس لسه بتكلم في النقطه دلوقتي حالا. انا مشكلتي هنا ان انا على البرنامج ده مفيش في راي، يعني انا مش متسطب في راي دلوقتي، فاهمين حاجه؟ يعني انا دلوقتي انا شغال هنا من غير في راي، لو انتوا خدتوا بالكم هنا مفيش في راي، والماتيريال ده في البلوك ده في راي، فهو عشان في راي مش موجود، فهو مش قاري الماتيريال. فهمنا كده يا جماعه؟ فهمتوا المشكله نازل اسمه كده ليه؟ هو مش قاري الماتيريال بتاعته اللي هو نازل بيها، عشان هنا ما عنديش في راي، لان انا يا دوبك سطبت الماكس كده امبارح بالليل قبل ما انام بسرعه، عشان بس انا زي ما قلت على سفر مش موجود، فايه ما عنديش الدليل، عشان كده هيطلع عندي لا هو مش كورونا ولا حاجه يا باشمهندس سمية، مش كورونا ولا حاجه، لا هو هو في راي، بس للاسف انا ما عنديش المصادر، ما عنديش انستول للفي راي ده، فعشان كده هو مش شايف الماتيريال بتاعه تمام. طيب تعالى بقى كده ناخد الشباك ده كده اوكي، باشمهندس بكره بيقول يعني ايه كورونا دي؟ يا باشمهندس ده نوع من انواع محركات الريندر اللي موجوده جديدا بتنافس، نازله بتنافس الفي راي. كورونا ده مش من ربنا يشفي الجميع، مش قصدنا الكورونا اللي هي الكورونا بتاعت الفيروس اللي موجوده، لا الكورونا دي تمام، ده اللي هو المحرك ريندر زي الفي راي موجود كورونا اوكي.
طيب تعالوا بقى نعمل كده برضو روتيت للجزء ده عن الزاويه، ونظبط الشباك بتاعنا كده اللي هو الشباك الجانبي فاكرينه، ونسقط الشباك اللي هو هيبقى نفس الشباك، يعني مش هجيب شباك نوع وشباك نوع، الاثنين الوميدال اهم تقريبا هم نفس المقاس بالظبط، هنوصلهم بس وخلاص، لان احنا هنا طبعا المفروض ده في الواقع اصغر، لكن احنا خلاص هنحط نفس المقاس وخلاص مش مشكله، ونسقطه على الحيطه كده بالظبط. اوكي يبقى حطينا الشباك ده وحطينا الشباك ده، وطبعا انا سايب الحافه بره اهي بتاعت الالوميتال على الحيطه من بره والمفصله بره، الدنيا كلها اوكي. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ باب الشقه، فين الباب؟ الباب احنا حاطينه فين؟ الدور، كنا عاملين دور هنا اي ثينك اهو الدور. اوكي نفتح الباب كده تمام، كل حاجته كده كلها تمام، ادي الباب بتاعنا بالمره عشان يبقى خلصنا، مش عارف هو الباب ليه ملوح كده، خلاص احنا ممكن نعمل له ايه؟ اللاين ولا حاجه، ممكن مثلا نعمل له كده اي بوكس كده اي حاجه ونعمل عليها اللاين تمام، وناخد الباب ده عفوا في حد عم يعمل تاني اوكي، وناخد امر الالاين بتاعنا نعمل له كده اللاين اللي هو في تويك اللاين على طول ماشي اوكي، وناخده معانا تمام. لا خلينا في العيد الاحسن عشان ايه هيتم في الاخر، مش تويك الالاين، مش تويك الالاين يا سيدي، هنا الالاين عادي، وناخد ايه ده ده مع ده يا سيدي، خلاص نظبط بقى الاكس والواي والزد بتاعنا. الاورينتيشن اكس واي وزد نحاول نظبطهم المجموعه دي، السنتر على السنتر ماشي ما عنديش مشكله، في الزد والواي مش هتفرق معايا، انا بس يهمني الاورينتيشن بتاعه تمام، مش عايز يلف معانا لا اكس ولا واي، لا نسكيل، لا خلينا نروح نسكيل، هو ليه مش عايز يظبط معانا ماكسيمم اي حاجه. طيب نعمل كده ابلاي، اديني الاورينتيشن بتاعه، مش عايز يدينا اي حاجه خالص، زعلان من هنا لا اي سكيل يعني اي حاجه. طب انا ممكن اعمله بايدي خلاص مش مشكله، يعني مش هتفرق معانا كتير، لان هو مش عايز يظبط معايا كده، ممكن يظبطه ليه؟ ده هنا في السكيل، بس هو اصلا جاي مع عوجه وحشه قوي، الباب ده جاي عوج كده عوجه صعبه قوي، الباب نفسه بايظ تقريبا، حتى لو عملنا له اونلاين يبقى الباب ده فيه مشكله صح كده؟ الباب هيبقى جاي بايه؟ بزاويه، فده فيه مشكله المشاكل، واضح ان الباب ده فيه مشكله اصلا، فيه كده في ايه؟ الزاوية بتاعته هي مش هتبان قوي بس ممكن تمشي، يعني ممكن لو حطينا باب الشقة بس جاي باب جاي بشطرة، دي مشكلة فيه رخمة جدا يعني تمام، دي مشكلة فيه رخمة جدا، باب جاي بشطرة بلوك كده مش ظريف، احنا ممكن نغير بلوك أحسن تمام، ما دام البلوك بايظ نسيب بس اللي احنا عملناه كده نغير البلوك، عشان المشكلة بيبقى عندي مشكلة في السيف دي صعبة قوي. سيف هي عايزة يو ار اوفر رايت ماشي اوكي ظبط يا سيدي مش مشكلة. فبلوكات الباب دي مش ظريفة، عايز تسيب بلوك باب تاني، في عندنا بلوكات ابواب تانية بسم الله. طبعا عندنا موديل، في موديل هنا موديل اهو، يعني طبعا انا نازل شوية بلوكات كده اخترتهم تقريبا المشروع ده هنبتدي نشتغل عليها يعني. فين 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 بسم الله. مجموعة أبواب تاني هي نفس المجموعة اللي أنا شغال عليها، في دور كلاسيك، دور كلاسيك، دور كلاسيك مفيش، ده كده بارتيشن أهو، بلوك جاهز اللي كان بيسأل، بلوك جاهز بتاع الحوائط أهو، بلوك جاهز باشمهندس محمد أهو، ده بلوكات جاهزة أهي أوكي، دي موجودة برضو عندنا، يعني الموضوع مش صعب. لكن انا زي ما قلت لو ايه حاجات الصغيره دي ممكن اعملها انا بايدي، ما عنديش مشكله، اعمل الباب والدور اهو حوائط والكلام ده كله باني الخشب، بس هو مش محتاج لان الموضوع سهل جدا تعمله بايدك، ما عندناش فيه مشكله خالص. في برضه باشمهندس محمد، باشمهندس محمد كريمبي اللي هو الستيل، عشان باشمهندس برضه محمد كان بيقول لك الستيل على ستيل باضاءه ممكن تحط بطاشه زي كده، بس ده مش هتثبت عليه تلفزيون، يعني ده الستيل ده والازاز ده مش هتثبت عليه تلفزيون، ده بيتحط كده بارتيشن بس فاصل صغير، يعني بقى حوالي متر متر و10 متر وكتير ما بيزيدش يعني. اوكي تمام، ففي افكار كتيره وفي شغل كتير قوي قوي، عايز تبقى رايق كده تدور تشتغل زي الفل. طب انا ما عنديش دلوقتي باب هنا، مش لاقي باب كويس، فانا ممكن اقوم اعمل ايه؟ اريح دماغي واقوم ايه مدور على في الانترنت، في الموقع بتاع دلوقتي تمام، نقول لك انا دور، هنطلع فوق كده نقول لك عايزين دور خلاص، هنا فين 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 بوليوشن، او ممكن اعمل سيرش هنا دور دور اوكي، عايزين بيبان يا سيدي،
ولينا ببانك ماشي. ايه ده موجود ايه؟ انا الدور يعمل مش عايز خالص. ايوه ابواب اهي، في باب زي كده بس ده طبعا كلاسيك اوفر قوي يعني، بس ده اوفر شويه خلاص. فين ناخد باب تاني فين؟ يعني ده برضو ده مودرن شويه، مش ماشي مع الستايل اللي احنا عايزينه. ممكن باب زي كده اعتقد كويس، او ده بس ده برو ده يعني بفلوس بقى يعني، واخد بالك احنا بندور على حاجه تكون فري. الكورونا هو كان باشمهندس بيسالني فيه كورونا وفي ري، يعني بقول لك انا ده موجود كورونا اهو، ده ريندر كورونا وماتيريال كورونا وفي ري اهو، عشان بس الناس كانت بتسال مين يعني ايه كورونا. طيب هنعمل ايه في القصه دي كلها؟ احنا ممكن نعمل حركه لذيذه قوي، هطلع فوق كده انا بدل ما هات الفري بس، شايف كده بعمل فلترنج بقول هات الفري عشان ما اوجعش دماغي. تمام ربنا يشفي الجميع يا باشمهندس. هنعمل ايه بس يعني احنا بمزاجنا، لو علينا ربنا يشفي الجميع. هنا ده الباب اهو، بس اعتقد شكله هو طبعا باب شقه مش مشكله، بس عندنا باب اوضه فممكن ندور على حاجه ثانيه افضل شويه. تمام باب 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 دور 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 دور. تمام بسم الله، عايزين ابواب عايزين ابواب عايزين ابواب، كل الحاجات دي فري، كل شيء بنعمله فري. تمام ممكن نشوف الصفحه اللي بعدها، معقوله مفيش في بنك خالص كده في ايه يا جدعان؟ ولا احنا لما تدوس حاجات تدور عليها ما تلاقيهاش؟ صح في حاجات كده بتقعد تدور عليها تيجي تدور عليها ما تلاقيهاش. دور 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 دور. طب احنا ممكن نجيب الاولاني خلاص مؤقتا ماشي، اللي فات مؤقتا عشان ايه ما نضيعش وقتنا كتير في البحث على البلوكات، ممكن ناخد ده مؤقتا نمشي نفسنا بيه لحد ما نظبط بلوك كويس. ممكن نفتح البلوك ده تمام، وادي الباب اهو ماشي، نعمل له داونلود اهو، ده الداونلود بتاعه كده. ممكن على فكره نلاقي فيه ابواب ثانيه كويسه، يعني خلينا في نفس الصفحه ممكن دي ده البوك ده كويس. تمام ده برضه كويس مش وحش، في بيبان ظهر تحت اهي ماشي، ده باب ده باب ده في قلم تاب ده قلم تاب خلاص. ماشي ممكن يبقى ده كويس برضه. اوكي ماشي اوكي. طيب هناخد ده كده داونلود، هنداون كده البلوك بتاعنا. باشمهندس زينب كل بص كل ما هو في الماكس فرش ديكور هتلاقيه كله موجود بلوكات، بس البانو مش محتاج، لان البانو مش محتاج انا اجيب بلوك، في بلوكات بانوهات كتير واشكال وانواع كتيره جدا 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 جدا. تمام في حاجات كتيره قوي قوي هتلاقيها موجوده ما تبقاش مشكله خالص يعني. كل ما تتخيليه من بلوكات هتلاقيه. تمام بس يبقى من جهاز تمام كده عشان افتكر البلوك، وده ده الثاني اللي احنا قلناه اعتقد ده باب كويس مش وحش معقول، او صحيح لونه غامق شويه. هنا في بيبان ثانيه، خد بالك لما بتجيب حاجه بيجيب لك المشابه، ده برده باب اهو اللي احنا كنا بندور زيه، اعتقد ده مناسب اكتر، ده الباب ده فاكرين كده مناسب اكتر من اللون التاني. ده اعتقد ده حلو قوي، ده كويس ده كويس، ده كده وشكله جميل بروش، فاحنا ممكن نعمل داونلود كده نزله ارق احسن من التاني شويه اعتقد يعني. فين كده خالص خلينا حاجه ثانيه خالص، لا انا عايز الباب بتاعنا بقى اهو داونلود. ده مصفح مره واحده ماشي، بدور بقى انت مش محمد بقى على المصفح بقى بدور عليه، احنا بنحاول ننجز الوقت بس ايه سريعا، بنحاول ناخد اي بلوكات عندنا نشتغل بيها. دي شبكه انا متهيألي كمان ضغطتين وبتاع. تمام عندك كل حاجه زي ما انا عايز. تمام هي كده بيأدي معانا، بننزل بقى ايه البلوكات بتاعتنا عندنا ونشتغل عليها باذن الله. ده البلوك اللي هو الايه الثاني اللي هو الباب اللي احنا قلنا ان هو يمكن مناسب اكتر، الباب ده مش جاي كان تاني تاني الباب التاني تاني تاني. بسم الله اعتقد هو كان موجود هنا. تمام انا بنزل صورته بس عشان ابقى ايه حافظ شكله لما اجي اشتغل عليه. تمام بنزل الصوره مع البلوك بحيث ان انا لما احتاج البلوك اقدر الاقيه بلوك بسهوله باذن الله. طيب تعالى بعد ستوب كده تعالى نشوف البلوكات فين، ما نزلتش هتلاقي نزلت في الداونلود، نفتح كده الداونلود عندنا هتلاقي في بلوكات اهو الثلاثه خلاص، تاخدهم كده ايه كات ونطلعهم بره. الله انا مش فوق كده، مازال هنا كده بيست. باب البلكونه ده انا متابع مش مهندس ايمان، ده بقى لو ناخد الشباك ونكبرها فهمتي حاجه بقى؟
ما هو سواء لومتين ضلفتين مفيش باب بلكونه هيبقى غير كده تمام، فهناخد بنفس الشباك ونعمل له لسه هنعمله دلوقتي اقول لك عليه تمام. تمام اه بالظبط اه على طول هنخلص احنا نرجع مثلا لسه نقطه نجيب ندور على الباب، هو ضلفتين زي الشباك هناخد ضلفتين زي الشباك على طول ونعمل له بس سكيل وخلاص. الموضوع على فكره بسيط جدا يعني، هو الموضوع كله تشغيل دماغ مش اكتر، اذا عرفت فعلا تستخدم دماغك فعلا كمان هتلاقي دماغك زي الفل. ده انهي باب بقى؟ اه ده شغل الكورنيش، لا مش ده، ثاني باب فين؟ اه طبعا هي الفكره كلها زي ما قلت لك، هي تشغل دماغك هتنتج وهتطلع شغل ممتاز جدا وهتلاقي الدنيا عندك زي الفل، مش هتحتاج منك تعب ولا مجهود، انت ودماغك وفكرك هتظبط الدنيا. دايما انا بقول كده، هي فكره شغل لكن ايه ده الباب ده؟ الباب الثاني فين؟ زي ما قلت لك فين؟ دي لسه باب ناقص الباب ده صح؟ ده لسه ما نزلش. الله يبارك لك يا باشمهندس محمد، الله يعزك يا رب تسلم. ما هي بس الموضوع مش محتاج تعقيد، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا يا جماعه صدقوني. احنا مش داخلين خناقه والموضوع لا، وباين لك مدى الصعوبه ونستعرض قدراتنا على بعض، لا الموضوع سهل جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. الموضوع عارف انت كأنك قاعد بتسلى كده يا راجل، ده انت لو قاعد بتلعب جيمز تفهمني هيبقى اصعب من اللي احنا بنعمله ده. احنا قاعدين قاعد بنعمل بازل، بنرص حاجات كده ودماغك بقى عمال دماغك تجيبك كده وتجيبك كده، انا عايز اعمل دي، لا انا غير دي، لا انا مذاكر كده. فالدنيا سلسه جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بعرفش ليه الناس بيصعبوا الدنيا على بعض وتحسسك ان الماكس موضوع يكاد يكون مستحيل، وانت يعني عارف انت خلاص والدنيا لا، بس شوف الموضوع سهل بفضل الله سبحانه وتعالى، بس هو محتاج ان انت تعرف طريقك وتعرف دنيتك تعمل ايه. خلاص بس انا علي بنتسلى مع بعض، انا معتبر ان قاعدين عارفين، انا حاسس ان احنا قاعدين كده بنقول بنتسلى مع بعض وبنفكر بصوت عالي يا جماعه احنا بنعمل كذا وكذا وحط دي هنا ودي هنا ولا دي، خلاص الموضوع سهل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يعزك يا باشمهندس احمد عبد الله، تسلم يا باشمهندس احمد، الله يعزك يا رب تسلم. ده اللي هو 260 ده ماشي اوكي، ده نزل خلاص نجيبه برضه من هنا، هتلاقي هنا بسم الله ده اللي موجود، وكل حاجه بفضل الله بنجيبها من على النت يعني احنا ما بنخترعش حاجه، الدنيا بفضل الله تمام زي الفل. نفتح كده اللاين بتاعنا ستراكت تمام ونشتغل عليه، اعتقد هو ده الباب باذن الله اهو حلو جدا زي الفل، بالماتيريال بتاعته كل حاجه تمام التمام. كل المطلوب مننا فقط تاخد بقى ايه؟ الباب ده اللي احنا خدناه هو ده، وافضل ان انا احطه فين؟ في ملف المشروع بتاعي اللي انا كنت شغال عليه، اعتقد هو مفتح ملف المشروع، اعتقد هو مفتح ملف المشروع خلاص. معلش ان الشاشه بتاعت اللاب صغيره قوي، انا عندي يمكن الشاشه في البيت شويه كبيره عن كده، بس طبعا ايه انا هنعمل ايه بقى، مضطرين يعني تمام. ده الباب طبعا، انا الباب ده انا افضل اي بلوك ما يجيليش كده يعني، ده يبقى دور احسن يتكتب عليه او انا فتح كده تاني يعني. شوف الباب ده مثلا سي الموديل بتاعه كام، 100 170 والكلام ده كله ماشي، ممكن اخليه بنفس الاسم خلاص، انما ما اخليهوش باللغه العربيه، لان طبعا باللغه العربيه لو دخل ماكس يبقى عندي فيه مشكله كبيره. انا اسحبه كده ده احطه هنا، اقول لك اعمل لي كده برده ايه ميرج وانزله عندي كده اوكي تمام، برده كونفرت ماشي يا سيدي كونفرت حاضر كونفرت سين اوكي، وما بتاخدش يعني ثواني على طول الكونفرت خلاص كومبليتد ايه شكرا. هتلاقي الباب نزل عندك فين مش باين هنا، لا والله نزل ده هو الراجل محترم جدا. انا يعني طبعا للاسف لما ادوس عليه دبل كليك افتح الماكس جديد، فانا مستني لما يفتح او اقفل الماكس خالص تاني. خد بالك هنا الماكس مش زي الكاد، الماكس هنا بيفتح بروجكت كل مره تمام، يعني الماكس هنا بيفتح بروجكت في كل مره. طيب بس اقفل ده واحد تاني ثواني لحد بس ما يقفل ماشي اوكي كلوز شكرا بشكل نقفل، هتبقى ايه التاني حلو قوي كده اهو، نكبر بقى الشاشه بتاعتنا، ادي الباب بتاعنا اهو بينزل كده فين بسم الله، ادي الباب وغالبا هتلاقيه مظبوط يعني بين ناس محترم كده ما فيهوش اي مشكله. في حاجه ثانيه نزلت معايا ولا حاجه؟ اعتقد الباب بس كده اهو، وهتلاقي غالبا ابعاده ودنيته تلاقيها مظبوطه فاضيه تمام، لان هو البلوكات طبعا معموله مظبوطه حتى هو راجل تلاقيه تمام. طب انا متاكد منين الكلام ده كله؟ من الميجر دي كده بالراحه، اقول له كده اعمل حاجه دي الميجر بتاعه عامل ازاي بمنتهى البساطه، هتلاقيه تقريبا 2 متر او مظبوط متر، والدنيا عندك هتلاقيها مظبوطه تمام التمام، مفيش ادنى مشكله فيها باذن الله. يعني هو مديك باب سلس والدنيا عندك مظبوطه، يعني حتى الراجل بصراحه حاسس بينا، وده على فكره معظم البلوكات هتلاقيها كده، يعني احنا معظم البلوكات لما تجيبها هتلاقيها باشمهندسين كده، هتلاقيها مظبوطه مش محتاجه منك ان انت تخترع لها حاجه يعني، او تقعد تقلب زي ما احنا كنا بنعمل في الموبايل كده، هتلاقي الدنيا ان شاء الله مظبوطه فاضيه. ادي الباب اهو كده تمام ومظبوط، ولا محتاج بقى اللاين ولا اي حاجه خالص، كل بس مطلوب مني فقط ان انا اسقطه في المكان بتاعه
مظبوط، اجي بعمل كده الت داب كده اكبر الشاشه تمام، واظبط الباب بتاعي على اول ايه الحيطه تحت الباب كده بالظبط، انا مش شايف، انا ممكن اظبطها كده اوسطن هو ده كده، وعايز يكبر شويه بس مش مشكله، ما هو استوى خلاص تمام، وطلعت بره كده سنه عشان يبقى حته الباب مظبوطه اللي هي الايه، او ممكن اطلعه كله على الحافه، لا اعتقد كده كويس، ممكن لو بصينا كده من اي جانب او من ال 3 دي افضل، يبقى فين اهو نخش كده جوه نبص هيبقى افضل لنا كتير، او نبص من جوه اه طبعا عايز يعلي فوق شويه كده مظبوط، نطلع بس فوق كده شويه عشان ايه الارضيه بتاعتنا البلد بتاعتنا الدنيا كده تمام، اه تمام زي الفل قافله اهي وعلى الحيطه والدنيا تمام اوكي تمام كده يا باشمهندسين، خلاص الدنيا زي الفل عندنا، ادي الباب بتاعنا اهو تمام التمام. باب البلكونه، باب البلكونه يا باشمهندسين، باب البلكونه ده بقى عايزين نعمل فيه ايه؟ عايزين ناخد نفس الشباك ده كده عشان باشمهندسه كانت سالتني في النقطه دي، هناخد الباب ده كده نعمله شيفت ناخد منه نسخه تمام، ونبتدي نظبطها على باب البلكونه بتاعنا عشان ايه نريح دماغنا، ونعمل له روتيت كده على زاويه هم 45 درجه ماشي، الدنيا سهله نقول له 45 درجه ماشي يا باشمهندس، ونبتدي ايه روتيت كده كده ده عفوا سناب معلش ما اشتغلش اهو 45 درجه تقريبا يعني تقريبا تقديريا مني يعني مش مظبوط، ممكن نظبطه احنا كمان شويه ما عندناش مشاكل خلاص، ممكن حتى مانيوال بدل الزاويه التلات مش مظبوطه احنا ممكن نظبطه مانيوال كده يا سلام هي مظبوط 100 تمام ماشي كده، وممكن نظبط كمان سن ما عندناش مشاكل خالص وديت الدنيا معانا تمام، لان احنا مش عارفين الزاويه دي، احنا طبعا ممكن اجيب الزاويه من الكاد، خد بالك من النقطه بقى، انا ممكن اجيب الزاويه من الكاد فاهمني يا باشمهندسين، انا ممكن اجيب الزاويه منين من الكاد، واصل الحيطه اصلا مش مظبوطه ما لهاش زاويه يعني لو خدت بالك من هنا هتلاقيها غير هنا خالص، فاحنا هنحاول نظبطها تقريبيا يعني هنا كده ماشي تمام، وهنا كده لا بص هنا ضربه ازاي، فنحاول نلفها كمان سنه صغيره بحيث نعدلها بقدر الامكان تمام، ده مشكله بقى في الحيطه بتاعتنا يعني، فانا ممكن اعملها كده يعني تمسك عصايه من النص تقريبا يعني فهمنا كده يا جماعه يعني اهو كده بكده ماشي، ونرجعها لورا كده شويه مو خلاص اوكي وبارك الله فيما رزق، طيب تعالى بقى كده بص على الارتفاع بتاعه، طبعا الارتفاع هنا مش نافع خالص ولا العرض نافع يعني لا ارتفاع ولا عرض، هنا هو متر و20 صح اتفقنا كده، عندك الميجر هنا المفروض ان البلكونه دي متر و20 ده متر ونص، انا هجيب السكيل بتاعي ابتدي اظبط بقى السكيل بتاعي كده اه هنا هيبوظ الدنيا بقى كده، كان لازم اتظبط من الاول لان كده هيبوظ اه، ممكن اخدها كده متر 20 اه مش شايف الرقم متر هنا كده ايه مش متر 20 يعني اقرب حاجه بسيطه قوي تقريبا ماشي تمام اوكي كده تقريبا اعتقد الدنيا الى حد ما، وانا اضبط بقى الطول بتاعي اهو واشوف الطول هنا كده ممكن نكبر ده شويه خلاص كده الطول بتاعي اهو ونظبطه كده شويه على البلكونه بالظبط، اعتقد كده الدنيا يعني هتلاقيها عايزه تصغر شويه، طبعا عاملين 10 سم ارضيه فممكن كده تبقى الدنيا عندنا ايه اعتقد كده تبقى مظبوط، طبعا انا مش شايف هنا عشان ايه ال 3 دي هنا، لكن هنا ممكن ال 3 دي كده اشوف بشكل اوضح بشكل افضل، اعتقد كده مظبوط مع بلاطه ب 10 سم اعتقد كده الدنيا عندنا تمام، حد عنده مشكله في اللي انا بعمله ده يا جماعه؟ ها؟ حد عنده مشكله في اللي احنا بنعمله ده؟ طبعا هي داخله برضه جوه الحيطه شويه محتاجه تصغر سنه، انا مسكلها كده ايه سنه برضه تصغر كده سنه ايوه كده تمام، وبعدين تحركها موف بقى شويه كده يا باشمهندس، نجيب من الطب احسن تمام، نجيب من الطب احسن تمام، اعتقد كده تبقى الدنيا يعني معقوله بقدر الامكان، عايز تلف سنه شويه او تطلع بره سنه مش مشكله تمام، وكده تتحرك كنترول، طبعا التعامل مع الحاجه المايله دي بيبقى متعب شويه خلاص، الحاجه المايله بيبقى متعب شويه لكن هيتظبط يعني هنعمله هنعمله باذن الله مش مشكله مش تفرق معانا كتير خلاص، ده كده اعتقد كده الدنيا مظبوطه عندي في ال 3 دي، بص كده برضه هنا في 3 دي اعتقد كده الدنيا الى إيه حد ما ظبطت صح؟ ولا في مشكله؟ عايز بس يطلع لفوق سنه او يطول لفوق سكيل سنه عشان يبقى ظابط معايا. اوكي نعمل له كده سكيل لفوق سنه بسيطه قوي عشان ايه؟ يقفل معايا على الشباك وخلاص. اه كده الدنيا معانا اعتقد بفضل الله تمام.
تمام كده يا باشمهندسين؟ حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه كده حتى الان؟ حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه كده حتى الان؟ ها؟ باشمهندسين الاعزاء؟ مش بيرد. تمام؟ ها؟ زهقتوا؟ الناس زهقت؟ في صعوبة يا جماعة في اللي احنا بنعمله ده؟ في حد لاقي أي صعوبة في اللي احنا بنعمله؟ تمام تمام بس الحمد لله الحمد لله. الله يخليك يا هندسه تسلم. اصل الموضوع مش بس زي ما قلت لكم، الموضوع مش محتاج ان انا اعقده ولا اصعبه، يعني الموضوع هو سهل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فالموضوع مش محتاج ان انا يعني مش بصعب على ايه، يعني مش ما اخترعتش حاجه جديده عشان اصعب الدنيا. تمام؟ نسيف كده اللي احنا عملناه كده. اوكي سيف. طب انا بعمل سيف كل شويه عشان لو حصل اي مشكله لا قدر الله بقى، مش عايز اقول يعني عشان انا في مكان صعب شويه، حصل اي مشكله في اللاب في الجهاز، حصل اي عطل مباشر، انت سعادتك الله يبارك يا باشمهندس سمية الله يخليك يا رب. لازم تبقى عامل حسابك برضه، اعمل الموضوع السيف ده كل شويه للتامين على الحاجات. في عندنا بابين برضه في الريسبشن هم، باب حمام وباب مطبخ، ممكن ناخد نفس الباب بتاعنا سهل جدا باب. اوكي ونعمل له كده تكرار، ناخد منه نسختين كده ولا حاجه، نعمل له كده كبير، نحرك البيبان بتاعتنا، الروتيت بتاعنا الجميل على الزاويه. اوكي كده تمام اهو، ونحرك الباب بتاعنا، نحط باب هنا على باب المطبخ. تمام اوكي اهو نصنا كده عشان نبقى فين ايه الدنيا بتاعتنا كده. بس طبعا باب المطبخ زي ما انتم عارفين بيبقى مقاساته اصغر من باب الشقه، صح كده؟ باب المطبخ مساحته اصغر، احنا برضه محتاجين كده نشوف ايه ممكن نسكيل بقى. خلاص احنا هنظبطه على ده، نصغر كده شويه ونبتدي ايه نحركه. ادي باب تقريبا عايز يكبر كمان شويه، يعني نكبره كده سنه. لا كده بدخل جوه الحيطه، هو كده بالظبط، هو يقفل كده على الحيطه بالظبط. تمام هيقفل كده معانا على الحيطه دي ماشي، لان هنا في حيطه هو لازم يقفل عليها، ما ينفعش نطلع بره الحيطه دي. اوكي طيب، واعمل كده اجيب الباب هنا كمان برضه، باب الحمام، عشان بس الراجل ايه يبقى قفلنا كل الايه اللي عندنا، عشان الشط بتاعنا يبقى مقفول كده اللي بعمله. طبعا السناب هنا بيريحني في موضوع الروتين ده كويس، عشان بدينا عندي المخرج شط يبقى عندي الدنيا مقفله، ودايما باكد ان مقفل كويس قوي. ليه يا باشمهندسين؟ عشان لو في اي اضاءه من بره باخد شط، ما يبقاش الاضاءه الخارجيه مأثره معايا على الاضاءه الداخليه بتاعتي. فاهمين النقطه دي؟ يعني لازم اتاكد ان الاضاءه عندي تكون مظبوطه مقفل كويس قوي، عشان ما اجيش اخد شط بص الاقي نور كده منور من حته كده ما انتش عارف هي منين. لا تدور بقى في اللوحه، طب انا كنت من ايه جايبه منين؟ طب دي راحه ازاي؟ لا الكلام ده كله بيبقى طبعا ناخد بالنا منه كويس قوي، عشان ما يبقاش في اي مشاكل بعد كده في الاضاءه بتاعتنا او في الشغل بتاعنا. ادي البيبان اهيت، خلاص خلصنا بيباننا. تمام وادي الدنيا، عايز تحط بقى في الوش برضه كانه اوضه ما فيش مشاكل، بس انا اعتقد ما مش هناخد شط زي كده يعني، اعتقد ان شططنا غالبا مرتكزه فقط على الريسبشن، فاعتقد ان احنا مش هنحتاج ان احنا ممكن نعمل تغيير اتجاه لباب المطبخ. باشمهندس محمد بيقول يعني تغيير اتجاه؟ ادخل باب للطرق يعني من الكوريدور؟ ماشي وارد، ممكن تعمله من الكوريدور مفيش مشاكل خالص. طب هو معمول هنا بحيث انه بقى على باب الخروج للصفحه على طول او للريسبشن اسرع يعني. تمام؟ طبعا في كتير ممكن يقول لك لا انا عايز اخلي الباب من هنا، اوكي تصطيب مفيش فيها مشكله خالص يعني، دي مش هتعمل اي مشكله في النقطه دي. وده وارد على فكره ان حد يعملها يعني. تمام هي وارد ان الباب سد الحته دي خالص في التنفيذ او الواقع يعني، تحط الباب هنا على كل دول. فاهمني؟ لان غالبا احنا عندنا في المطبخ العربي او في بيوتنا او كده ما بيحطش باب للمطبخ، او وجوده زي عدمه يعني، ممكن باب المطبخ موجود عامل زي كده. على فكره النيش في البيت، ها فكره النيش في البيت يعني، تمام النيش هو موجود في البيت ما تعرفش ليه، تحط فيه شويه حاجات وخلاص ما بتستخدمهاش يعني. اوكي بالظبط في باب المطبخ. تمام بتلاقي برضو كده هو باب محطوط، بس انت ركب باب، لا هو دايما مفتوح، المطبخ ده دايما عارف انت كده حاجه كده ايه يعني، ما ينفعش تحط له باب. اوكي فدايما الباب مفتوح اساسا يعني، فممكن يتحط الباب ده من هنا في الجزء ده كده ماشي، يتعمل له باب ما فيش مشاكل خالص، يبقى لذيذ برضه ما فيش ادنى مشكله في الجزئيه دي. تمام اوكي فمش مشكله، مش هتفرق يعني، خليه كده مؤقتا، مش هذا الايه، لان شغلنا في ريسبشن اكتر من الغرف. طيب احنا كده تقريبا خلصنا الفرش بتاع الاوض البيبان والشباك. طيب عندنا ايه تاني؟ تعالى مثلا ممكن ناخد ستاير،
بنحط الستائر بتاعتنا مثلا. باشمهندسه دعاء بتقول لي باب المطبخ مهم جدا عشان الروائح لا تخرج بره للصاله. بص يا باشمهندسه انا معاكي في حاجتين اتنين يا باشمهندسه دعاء. عارفه انت ايه؟ يعني اولا الروائح ده مطبخ، يعني الروائح تبقى روائح اكل يعني مش روائح وحشه يعني. تمام؟ يعني روائح المطبخ دي تبقى روائح اكل. تمام؟ فالناس عادي لما يشموا ريحه الاكل دي حاجه حلوه مش وحشه. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دلوقتي بقى في شفاطات. تمام؟ في شفاطات. في شفاط بيبقى فيه سقف بتعمل في جيبسون بورد، في شفاط في البوتاجاز، في شفاط في الشباك. فالمطبخ مليان شفاطات، فما تقلقيش من موضوع الريحه ده. لا انا بقلق من حاجه ثانيه خالص بقى، لو احنا بنتكلم بوجهه نظر عمليه او واقعيه. لا انا بقلق من زيوت بقى، الناس اللي بتطبخ بقى يعني في ناس اللي هم الطبع الفلاح اللي زينا. تمام؟ بيحبوا بقى هم بقى يحمروا ويشموا ويقلوا والكلام ده كله، بيحبوا الاكل المسبك زي ما بيقولوا بقى. تمام؟ فطبعا المسبك والحاجات دي كلها بتطلع زي زيوت، الزيوت دي ممكن لو خرجت على الريسبشن بره تبهدل العفش. تمام؟ دي نقطه ثانيه خالص، ده بقى الشغل العملي، يعني مش موضوع بقى الروائح. لا انا مش بتكلم في روائح. لا انت ممكن مش لو انت حاطه شفاطين، لا الشفاطين حاول تزود القوه بتاعتهم شويه، يعني ما تجيبيش شفاط عادي، لا هاتي شفاط لمطبخ. فبيبقى مواصفات معينه. تمام؟ مش هنسد ده رد برضه على موضوع اللي بتحط شفاطين، لا بيبقى في شفاط بدرجه معينه، بيبقى شفاط بيبقى قوي شويه. انما النقطه المهمه قوي قوي اللي انا بتكلم فيها لما اجي احط باب زي كده، لو احنا عندنا مثلا طبع العربي بقى في الطبيخ بقى والتحمير والاليه والكلام ده كله، اخاف من خروج الابخره والزيوت انها تبقى على الفرش وتبهدل الريسبشن. تمام؟ فبتبقى بتبهدل، ده النقطه اللي انا اخاف منها، مش اخاف من الروائح. خلاص دي النقطه اللي اخاف منها جدا، ان انا ما بهدلش الريسبشن بره والفرش بالزيوت والدهون والكلام ده كله. تعرفين مطبخ مع الوقت بتلاقي الحيطان كلها زيتت والدنيا باظت وتبتدي تتجدد او تظبط. اوكي؟ والله بص يا باشمهندسه مش شرط، يعني بقول لك في ناس بتشوي وناس بتعمل كده، الموضوع بيبقى صعب شويه، في بعض الناس بيبقى عندها مشاكل في الفرش من النقطه دي. تمام؟ طيب على الله. المهم نكمل بقى النقطه دي ونخرج من المطبخ عشان هتجوعونا كده بالموضوع ده يا باشمهندس دلوقتي. كده احنا هنجوع يعني. تمام؟ فاحنا لسه بلاش نخرج من القصه دي دلوقتي. تمام اوكي. تعالوا دلوقتي نرجع بقى ايه، نحط مثلا زي عندك بقى الجبسون بورد، نفتح بقى بقيه الحاجه كده كلها كده. اعتقد الريسبشن بدا يظبط معانا. محتاجين دلوقتي نحط ستاره طبعا على الشبابيك والبلكونات. فتعالى نجيب ستاره. يا سلام، تعالى كده نروح نجيب ستاره. بسم الله، كده الباب اهو خلاص اوكي. تعالى في الستاير بقى، خلينا نقيس الستاير. بسم الله بسم الله بسم الله. ستاره مثلا، هي دي ستاره ستايل اهو، اعتقد الستايل ده مش وحش. ايه رايكم؟ كويس كويس الستايل ده، ولا نغير نشوف حاجه ثانيه؟ ممكن فين 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 ستاره تاني، نخش على المودلز، دي مودلز يعني. نشوف كده ستاير تاني. بسم الله. كيرتن 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 كونسول، لا سامسونج اباب او لورا فاز من اي تي في سيركت. مفيش ستاير تاني. ستاير 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 ستاير. طب ماشي، دي موجودة مش مشكلة، موجودة خلاص اللي موجود حاليا اوكي مش مشكلة. خلاص خلينا في الستارة دي مؤقتا. طبعا انتوا بقى حرين في شغلكم، يعني انت دلوقتي شايف ان انت عايز تجيب، عرفت الموقع وهات الستاير اللي تعجبك. تمام؟ عشان بس ما حدش يقول احنا بنفرض عليه اراء. ده برضه نفتح كده الايه البلوك بتاعنا. اوكي ماشي شكرا. فين هو 298؟ هو فين؟ ايه فوق؟ طب فين بقى فين؟ اهو. طيب دي الستاير بتاعتنا اهي. خلاص ده شكل الستاره. سواء بقى دي طبعا هنا الكورونا اهي، وانا بقى بحدد ده ريندر كورونا وده ريندر بي دي. فاهمين يعني ايه كابتن بالفي دي وهنا كابتن بالايه؟ بالكورونا. اوكي؟ عشان تبقى فاهم الفرق ما بين، يبقى انا هاخد الايه؟ البي ري دي كده دراج ودروب هنا كده اهو، وانا اعمل ليها ميرج لو سمحت. طبعا اوبن اوكي ماشي. تمام؟ دي برضه كونفرت سيم غالبا عشان 2020 بيظهر معاك الموضوع ده. اعمل كونفرت. ماشي يا سيدي حاضر، اعمل كونفرت ما تزعلش. ده عشان بس موضوع الايه؟ الاصدار 2020 و2021 بيظهر معاه النقطه دي بتاعت الكونفرت دي. تمام؟ فين الستاره نزلت؟ ولا لسه؟ لا نزلت اهي. اوكي؟ تمام؟ تعالى بقى نشوف الستاره اهي نزلت. الستاره كمان طبقتين، يا سلام الدنيا زي الفل. ادي الستاير بتاعتنا، نبص عليها كده. فين الوش؟ اه ده الوش بتاعها تقريبا. هناخد اثنين كده. يفضل طبعا اول ما ينزلوا كده تعملهم ايه؟ ها؟
جول طبعا لان كده دي كرتن يعني كلها حته واحده. لا دي فرقتين بقول لك، دي الكرتن اهي ماشي، نعمل اتنين ايه جروب تول والكرتن ماشي اوكي جروب تمام، ونعملها الكرتن تمام اهي، ونبتدي نشتغل عليها، نبتدي نظبطها كده برضه من التوب. انا دايما بحب اظبط الحاجه ساقطه من التوب زي الكاب كده، خلاص باجي من التوب كده اقول لك هات لي الكرتن فين اهي، نسقط الكرتن بتاعتنا كده. طبعا وشها مقلوب، طبعا وشها لجوه ده كده وشها لبره، هنعمل لها برضه روتيت على الزاويه اللي هم الايه 90 درجه بتوعنا دول اهو كده اوكي تمام. يبقى هنا الوش بتاعها، ونخش بقى ايه نعمل لنا موف على ايه المسافه بتاعتنا. طبعا هنا الكرتن هنا كبيره جدا خلاص اوكي. ممكن بقى ايه بامر الاسكيب بتاعنا الجميل، وهنا برضه نعرف الايه الميجر بتاعتها. الميجر دي بيساعدك برضه في الايه في الابعاد بتاعتها تمام. طبعا الاكس 4 متر ده عايزه واجهه كبيره زد 3 متر وهي شويه، فكل الكلام ده طبعا ما ينفعش. لا اسف صغر لي بقى الحجم ده كله، وال 4 متر دي كتير قوي اوفر قوي، صغرها لي كده لو سمحت تمام فاهمنا. والزد برضه هنا تصغر كده شويه لحد ما اظبط الايه البعد بتاعي تمام كده باشمهندسين. يبقى كده على قد الايه بيت النور، وممكن اصغر كمان يعني على قد بيت النور كده بالظبط، وصغر كل بقى كده ايه الستاره تصغر خالص كده عشان تبقى ماشيه ايه معاك بسيستم كويس، وابتدي اسقط الستاره في النص كده في بيت النور تمام كده باشمهندسين. واجي هنا بص عليها هتلاقي طبعا طبعا كتير قوي. اتفضل ايه باشمهندسه، باشمهندسه شيماء بتقول لي عندي سؤال بخصوص تغيير الستاره، انا عايز اغير لونها بنفس لون الالتريه اعمل ايه؟ ده شغل ماتيريال بقى يا باشمهندس، ده شغل ماتيريال نشرحه في الماتيريال اوكي؟ يعني الكلام ده نشرحه في الماتيريال تمام؟ طيب انا ظبطت الستاره اهي تمام، الدنيا زي الفل خلاص. ونبص برده بال 3 دي انا بعمل حاجه اقعد اهي بره الشارع خالص ولا ايه؟ المفروض انها كده مظبوطه. طب نبص كده روتيت ايه دي بقى؟ ده البارتيشن سوري، ادي الستاره بتاعتنا شايفينها؟ طب طالع منها مقبض الشباك ما اعرفش ليه، ممكن نحركها لبره كده شويه عشان المقبض طبعا اوفر شويه، ممكن نحركها لبره كده عشان المقبض ما يبانش اهو ماشي اوكي خلاص اهو تمام. يبقى كده الستاره بتاعتنا زي ما انتم شايفين من جوه كده واضحه كده، طبعا هي من فوق طالعه بره شويه بره كده، فاحنا ممكن نصغرها سنه يعني نجيبها كده ونعمل لها سكيل سنه نصغرها كده شويه نبططها قوي كده عشان ما تبقاش فيها المشكله دي، نرجعها لورا سنه بسيطه قوي تمام ماشي اهي يعني مايلة سنه. ممكن احرك الشباك بقى لورا شويه، ها اعمل ايه عشان اداري بس القصه دي يعني ما يبقاش طالع من الستاره كده تمام كده يا باشمهندسين. واضح الكلام ده؟ في مشكله في اللي بنعمله؟ انا بنظبط كده على قد ما نقدر اهو كده، ممكن نطلع بالستاره برضه بس كده شويه او حد من اول اخر كده ما نطلعش بره الايه اوكي، وادي الشباك نطلع بيه خلاص هو كده مظبوط ماشي. نفس الستاره دي كده ناخدها ايه الشباك التاني والبلكونه صح؟ ادي ليه الشباك اهو كده ماشي، ونلفها ايه الله يخليك يا رب تسلم يا هندسه. ما انا قلت لك الموضوع مش محتاج صعوبه، الدنيا سهله جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تمام. لا ارجع سلم ايوه كده ماشي، واخد الستاره دي برضه خليها هنا نفس الموضوع كده اهو تمام، وابتدي احط الستاره بتاعتي تمام، بس يمكن اصغر شويه اصغر سنه مش مشكله، معانا امر سكيل وعارفين القصه بتاعتنا، نجيبه كده نصطلها في النص وبعدين ناخد امر السكيل بتاعنا ونصغرها كده شويه على قد الايه الفراغ بتاعنا، يبقى الدنيا معانا تمام تمام خلاص اهو، ونطلعها لبره كده عشان ايه ما تداري على جزئيه المقبض ده خلاص اوكي مش اعتقد كده كويس. ممكن الشباك نرجع لورا سنه صغيره عشان نداري بس ايه اللي على فوق كده شويه بحيث ان انا ايه تبقى الدنيا مظبوطه خلاص. تاني بص بقى على الايه الشباك طبعا هاخد باب البلكونه كمان شفت تمام كوبي، واعمله بقى روتيت بقى ايه مانيوال كده زي ما عملنا الثانيه دي كده كنترول زد نلف كده، طبعا هي مش باينه بس انا هحاول اظبطها مع البلكونه يعني مانيوال كده اهو طبعا عايز اظبط هي يعني عايز تلف كمان سنه كده ناخدها سنه كده يا سلام يا دوبك يا دوب نوصلها بقى كده في النص ماشي، بس محتاجه سكيل بقى تكبر شويه احاول اسكنها سنه ايوه ايوه كمان سنه يا سيدي تمام التمام قوي حلو قوي كده كده بقى الدنيا بتاعتنا ايه
تمام، اعتقد كده الدنيا مظبوطه. فاضل خلاص اوكي، بس تمام اوكي، تمام، بس كده اوكي. يبقى كده هتعمل ايه؟ سايب بقى الكلام ده كله ونبص على البرجات من جوه. انا دايما شغلي بحب ابص على الحاجه بتاعتي من جوه، ايه ترى اللي انا عامله صح ولا غلط. انا دايما ال 3 دي معايا خلاص، بيبقى بيفصل الستاره اهي على البلكونه باينه شايفينها، تمام اوكي، والستاره على الشباك طيب. او معلش الحيطان بقى ماشي، وادي ستاره على الشباك الثاني شايفين كده، ادي ستاره وادي ستاره وادي ستاره، ادي الثلاث ستات بتوعي زي الفل، ما عنديش مشكله خالص. طبعا واحد يقول لي ايه ده، مش لو حبيت اجيب ستاره مفتوحه ما عنديش مشكله برضه، انزل يا عم على البلوكات بتاعتك وهات لك ستاره، ما عنديش مشكله، في ستات بتبقى مفتوحه خلاص إيه عادي يعني. انت ممكن تخش على الموقع زي ما احنا قلنا كده اهو، واقول لك هات لي يا سيدي ستاير، اعمل كده مثلا سي معلش عفوا تمام، خش بقى كل الكلام ده كله، عايز مثلا تقول له عايز كيرتن ولا حاجه، خش قول له هات لي كيرتن يا سيدي، واختار الكيرتن اللي تعجبك تمام. ايه ما تديش بقى، هات لي مثلا كيرتن دور تمام. انا طبعا عندي مكتبه والحاجات دي موجوده، بس انت طبعا بتدور على ايه؟ ايه ما مش لاقي حاجه لما نبص هنا كده في الكونيشن للتيبل الكلام ده كله، سي دي ديكوريشن خد كيرتن اهو، شايف حاجات بقى حاجات كتير قوي يعني، في حاجات اهي موجوده شايفها، ادي ستار ودي بس دي برو مش فري، دي برو تمام، ودي في ستاير مكتبه، في حاجات كتير قوي تمام. عشان ارجع دماغي برده كده من قدام، ممكن اقول له فري على طول، ما تجيبليش هات لي كيرتن فري، هتلاقي عندك ممكن تاخد حاجه زي كده شايفها، حاجه جميله جدا على فكره، وبيج حلو قوي تمام. وبرده في نفس الوقت لو عايز ادخل ضوء النهار كده ماشي، لان نفس الموضوع ادخل شويه شمس كده، ما عرفتش هو انا قاعد لوحده ماشي، ده انا كده انا بتكلم، دي جميله جدا ودي برده كويسه خلاص. اشكال كتيره بقى، حاجات كتيره قوي ممكن تستخدمها زي ما انت عايز، وتفضل ايه وتشتغل بيها بمزاجك تمام. كل ده فري اهو، كل الحاجات دي فري، عايز تاخد مثلا حاجه زي كده تمام، وتخلي مثلا ضوء النهار اوكي تمام، في حاجات زي كده اهي، حاجه برضه زي كده جميله جدا، وتدخلك برضه ضوء النهار من بره اهي خلاص. فكل بقى الحاجات دي انت شغال بقى عندك الكيرتنز كل دي زي ما انت عايز تشتغل بمزاجك، ما حدش ايه هيقول لك انت جبت ايه او عملت ايه، بس اهم حاجه نختار حاجه تمشي معاها زي دي كده، زي تمشي مع الجبسون بورد ايه، عاملين جبسون بورد هو لازم يكون دي حاجه داخله في الجبسون بورد، ما تبقاش بارزه كده، ممكن دي تنفع دي ممكن تمشي خلاص الى اخره كده باشمهندس تمام. طيب نرجع بقى للايه، للجزء بتاع خلاص، فالكابتن كده احنا جبنا مؤقتا اللي موجوده عندي وحطيناها تمام كده زي الفل. طيب حلو قوي، ايه تاني بقى بعد الكابتن كده يا جماعه، عايزين نحط نشتغل على ايه؟ كده خلصنا تقريبا البرش بتاعنا اللي جوه في الجزئيه دي، فاضل لنا ايه بقى دلوقتي عايزين نشتغل بيه؟ ها معايا يا باشمهندس؟ باشمهندس معايا؟ سامعني؟ تمام اوكي ماشي اوكي. عندنا بقى الفرش، الفرش اللي جوه خلاص، احنا كده تقريبا خلصنا. ممكن نحط كمان سبوتات الاضاءه بالمره، نخلص الاضاءه ماشي. عندنا سبوتات كنا عاملين توزيع ساعات زي ما انتم شايفين كده اهي، دي التوزيع بتاعتنا، فهتلاقي 2 سبوت هنا وهنا حوالي 4 وهنا 2 صح وهنا 2 والكلام ده كله، ممكن نحط سبوتات. تعالى برضه الموديل عندنا فين الموديل، الموديل فين؟ بسم الله تعالى كده عشان ننزل الموديل على طول هنا كده اوكي. طيب تعالى نحط بقى سبوتات ونشوف السبوتات بتاعتنا فين. تعالى هنا كده في البلوكات، البلوكات بتاعتنا عامله ازاي، فين اللايت، فين اللايت، فين اللايت، لايت لايت اهو، او سبوت، في سبوت هنا شوف اللايت كده، لايت فيو ايكون هنا بقى في شويه حاجات اضاءات هنا بقى مزاج اهو حاجات كده. ممكن على فكره احط اباليك زي كده في الحيطه شايفينها تمام، عندك هنا اباليك اهو ممكن نشتغل معاك كده كشغل الحيطان في اللي هم ايه في البانوهات، بص البانوه ممكن نحط حاجه زي كده تمام، ده حلو برضه كويس. ممكن نحط اضاءه رقم كام، 3 2 3 اهو، ممكن ناخده نرميه عندنا كده، ده شغل في البانوهات، شغله اعتقد حلو جدا، ممكن ناخده كده اوكي ونحطه هنا، ولا بعدين نكمل كده ايه مرش
ماشي يا سيدي اوبن، شكرا. هعمل لك برضه تاني كونفرت. في البانو، هتحط في البانو، ما هي تبع الابانيب بتبقى مرتبطه بالبانوهات يعني. هيقول لك ايه؟ سيف اوريجينال، شكرا. ماشي، حط بقى هنا كده فين؟ اوكي اهو، تمام ماشي اهو، بقى اطب دنيته باخر دلع، خلاص زي الفل، تمام. طيب تعالى بقى نشوف ايه عندنا تاني في الاضاءات. بسم الله، عايزين سبوتس، فين سبوتات؟ طبعا ممكن نحط نجف بالمره في الفرش بتاعنا، بس عايزين حاجات كده حلوه يعني، حاجات تكون مودرن وكلاسيك يعني. ممكن ناخد حاجه زي كده يعني، ممكن تكون مودرن في كلاسيك الاثنين مع بعض، فاهمني؟ يعني هي ماشيه ستيل مع مودرن، الاثنين ممكن ماشيين مع بعض، دي كفكره يعني. خلاص تعال نبص ممكن نعمل حاجه ثانيه. طبعا الباقي كلاسيك صرف دي يبقى صعبه شويه يعني، دي كلاسيك صرف تقريبا يعني. خلاص بس في منها برضو حاجه ثانيه، ممكن مثلا حاجه زي كده برضو ستيل مع اضاءه، اعتقد دي برضو كويسه، ممكن تمشي معانا كويس، تمام. ايه تاني؟ ايه تاني يا ابو خطاب؟ ننزل كده، ايه دي سبوتات؟ بس دي سبوتات، لا دي مودرن خالص، دي مش تنفع معايا. في لايت لامب اهو، لو عايز تحطه جنب كده برضه اهو، تحط جنب الركنه اللي هي الثانيه. ماشي، طب ايه ده؟ مفيش غير دول بس. طيب نرجع كده نشوف ايه لايت تاني. في موديل هنا، موديل نخش الموديل هنا كده، بسم الله. فين فين لايت؟ لايت 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 باترن كده، تي في سوكيت. خد بالك الشغل ده انا يعني بشتغل معاكم كاني شغال كده بمزاجي، انا مش محضر الشغل ده. كان ممكن طبعا احضر واجهز كل حاجه ونشتغل بسرعه ونجري ونعمل كل شيء مش عارف ايه وخلص وايه، انا بحاول اعيش معاك الواقع بالظبط انا بشتغل ازاي، فاهمني؟ يعني ده ممكن الصبح بحاول اعيش معاك الواقع، انا لما اجي اشتغل في مشروع بالفعل بعمل ايه، تمام. ممكن بعض الناس تحس بقى طب احنا لا مش عارف ايه، لا انا ممكن اكون مجهز الورشه كلها اوكي واشتغل معاك كده على طول، يلا خلصنا والدنيا زي الفل. لا انا بحب ان انا اعيش معاك الموضوع، اعيش تجربه بالواقع بتاعها، تمام. ازاي بدور، ازاي بفكر، اعتقد ممكن ده بالنسبه لك دي حاجه ممكن تفيدك يعني، دي حاجه ممكن تفيدك جدا في التفكير او الايضاح، تبقى حاجه يعني اعتقد يعني، اتمنى ما اكونش فكري غلط يعني، ما بحبش ان انا ابقى مجهز الحاجه، لا بحب اشتغل بطبيعتي، تمام. بحب اشتغل بطبيعتي يعني، انا كده اجيبها واجيب الحاجه وادور واروح واجي والقصص دي كلها، ف يعني بشكك معايا في الحوار، بحب اشكك معايا في الحوار. طيب فين؟ طب الحمد لله يا باشمهندس، الله يخليك، الله يخليك، تسلم. انا بدور بس على السبوت، مش عندي سبوت خالص، تعالوا على الاول، تعالوا على الاول. طيب ماشي، مش لاقي سبوتات هنا، غريبة جدا، غريبة جدا، ما اعرف اجيب سبوتات، مش مشكلة. خلاص اوكي، خلينا في الاباليك دلوقتي، وممكن نحط النجفة اللي احنا قلناها من لايت. بالظبط، الطريق معروفة، مش مصر هذا قال لك الطريق، انت عارف تحط دي حاجة كتير. ممكن اخد بس الاضاءة اللي هي انهي بقى واحدة فيهم، ممكن ناخد دي او دي، اعتقد دي ممكن انسب شوية، مش عارف ايه اللي هي دي، اعتقد دي كويسة يعني، موديل على كلاسيك جميله جدا، فممكن دي اللي هي الايه نفس الموديل اهو، ناخد دي اوكي، اعتقد دي برضه ممكن تتحط كويس، تمام، كوحده اضاءه، تمام. اللي هي 10L دي، فيرت اللمبه 10L، هي دي تقريبا، هي دي اعتقد ذلك، اخد دي كده، ممكن اخدها كده احطها هنا، واقول لك اعمل لي ايه امبورت فايل اهي، ماشي، احطها في اي جنب كده اوكي خلاص، تمام. ونبتدي نشتغل على دول تقريبا. النجفه دي طبعا عايز تظبط تتحط في مكان، طبعا هتشوف الميجر بتاعتها قد ايه، تمام، ما شاء الله تبارك الله 2 متر، ليه ان شاء الله يعني نجفه ايه 2 متر دي؟ خلاص تحس ان مش نجفه، تحس ان دي عربيه واقفه في وسط بيت، فلا اصغري خالص كده نص متر، ايه يا راجل يا طيب، لا ده اصغر خالص 70 سم، ايه برضه، لا ده انت اخر 50 سم يعني، تمام. لما الدنيا خلاص يعني تكبر قوي يعني، خلاص اوكي، فده كده اوكي. وناخد برضه دي ايه، تبقى لازم يكون في جروب، اتاكد انها جروب، معموله جروب ولا لا، معموله جروب.
بص يا باشمهندسه، الفرق بين الاف بي اكس والماكس، الاف بي اكس بيبقى زي ملف مضغوط، فهمتني؟ بيبقى زي ملف مضغوط كده بالماتيريال بكل حاجته، تمام؟ هو ده اللي انا او ده المقصود بالاف بي اكس يعني. خلاص يبقى زي بلوك كده مضغوط بكل حاجته جاي جاهز، بيبقى اسهل في التعامل من انا بقى اجيبه، ان ممكن ما يفضاش منه حاجه، ما يفضاش منه ماتيريال او حاجه. ملف الماكس بيبقى ملف يعني سهل التعديل عليه، وبيبقى ملف مفكوك يعني، ده كده بيضاح يعني ايه، بايجاز سريع يعني، فهمتني هندسه؟ طيب ده كده بيقول لي الزد بتاعه 910 حوالي متر تقريبا، طبعا متر اوفر قوي يعني، 9 متر ايه يعني، والعرض بتاعه 20 سم في 20 سم. انا ما عنديش مشكله في 20 سم، بس 9 متر دي اوفر يعني. طب خلينا كده الاول نشوفه جروب ولا لا، اللامب ده الجزء ده كده جروب ولا لا؟ لا طبعا مش جروب، تمام. انا ممكن اعمله كده جروب، تمام، نقول ده ابليك مثلا، اي حاجه مثلا كده ابليك، تمام اوكي. ونبتدي نسقطه بقى بابليك يا فندم، ده بقى هنحطه على حيطان البلمات، ماشي، ال 93 سم ده 90 سم ده مع البانوهات والحيطه، ناخد كده كنترول، ماشي، البانوهات والحيطان، ونقول له اعمل لي ليهم ايه ارزوليت لو سمحت، مش هتكتب ايه يا عم، في ايه ده في كله، ونعمل لهم كده الاثنين ايزوليت، ونبتدي نظبط الابليك على الحيطه، ناخد ده كده ونجيب ابليك بانو واحد مش مشكله، تمام. البانو ده هنعمل له بقى روتيت كده على الزاويه دي كده اهو كده، ايوه تمام اوكي، ونسقط الابليك ده ونشوفه بقى كده يبقى عامل ازاي. طبعا الكلام ده بسقطه منين؟ من التوب بقى، من كده من هنا بسقطه على الحيطه مظبوط، من ايه؟ من هنا كده اهو، بظبطه كده في النص تقريبا، ماشي، على الحيطه بالظبط اوكي. وبعدين بظبط الارتفاع بتاع كده على الحيطه، اعتقد الحيطه فين الحيطه، ده ماشي نفس البنو كده، نفس المستوى البنو كده اوكي. وبعدين اظبط ارتفاعه بقى من هنا، شايفين كده اقول لك مثلا ده كده يرفعه لي كده مثلا في النص كده شويه، يعني تقريبا بيبقى فين الليفلز دي كده، تمام اوكي كده يا باشمهندسين. ده شغل ايه؟ البنو اللي احنا عملناه. خلاص حد عنده مشكله في اللي عملناه ده كده؟ يبقى انا حاطط لها بنو اهو، تمام. ولو بصيت كده في 3 دي يعني اعتقد ارتفاعه مش وحش، معقول كويس جدا، ومتوسط اهو زي ما احنا مواصلين وكده اهو، في النص كده تقريبا وصلنا كده شويه، تمام. طب بقيه البنوهات راحت فين؟ مش عارف، ممكن نعمل كده اند ايزوليت، عايز كل البنوهات اخد ده والبنو بقى، خلاص سيبك من البنو ده، بقيه البنوهات بتاعتنا. طب انا لو عملت ده كده وعملت له هايد، هايد سيلكشن، الستاره برضه هايد سيلكشن، تمام، يبقى عندي كده البنوهات عندي ايه؟ هتبان، نشيل بقى كل الكلام ده كده، كنترول، بنحاول نخفي الحاجات اللي احنا مش عايزينها تقريبا عشان نقدر نشغل ايه؟ البنون لوحده، وانا كده هايد سيلكشن. طيب ناخد بقى كده ده خلاص كده اهو، نعمل له كده تكرار بقى، تمام اوكي، ونبتدي ننزل عليه بقى على البنوهات، كل بنو بقى يتحط له ايه؟ الوسطانه بتاعته، خلاص انا ظبطت ارتفاعه، نظبط بس ايه مكانه، تمام اهو كده على الحيطه بس كده اهو كده، تمام. طيب وناخد برضو ايه شيفت تاني ناخد الناحيه التانيه، طبعا احنا عندنا اتنين بالون هنا، هنا وهنا، وسطنا بس في وسط البالون كده اوكي خلاص، تمام نفس الفكره كده. طيب ناخد بقى شيفت كده بتاعي هنا، الاتنين دول بتاعي الحته دي مش محتاجه قوي يعني، لو جيت على الناحيه التانيه دي بتاعي تبقى زحمه جدا، صح ولا لا؟ يعني لو حطيت بالونات هنا في الحته دي بتبقى زحمه قوي، صح كده؟ هنا ممكن احط تابلو، احط اي حاجه ببلاش بنو، ولا احط له هنا برضه ابليك، تمام؟ هنا وهنا، تمام؟ او نخليهم هنا 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 كده وهنا كده، اعتقد افضل يعني، احط برضه اباليك برضه، ماشي. يا باشمهندسه فريال بتقول لي عادي حلو مش مشكله، واضح ان باشمهندسه فريال بتحب الشغل الاباليك، ماشي يا باشمهندس حاضر. الاثنين كده اهو، وناخد الاثنين دول كده ايه ماشي حاضر، نخلي بس ده الكاميرا 90 درجه ده شغلنا المهم اوكي، ونعمل كده روتيت على 90 درجه، وده برضه روتيت مش قوي كده اوكي، ايوه نروح كده ايوه اهو، وناخد ده ونسقطه فين هنا في النص هنا كده
ادي الابيك عشان مش مهندسه ما تزعلش مننا. ادي في النص اهو كده تمام ماشي. وناخد هنا الابيك تاني اوكي ونسقطه برضه في النص هنا، وخلي في النص بقى تابلو او نحط لوحه او مرايه او ساعه وات ايفر يعني ايا كان في الوسط كده على قد ما يقدر عشان بيعمل باك اب. خد بالك كل ما احنا ايه بنحط شغل بقى تلاقي الجهاز بيتقل معاك شويه بشويه، ليه؟ بيعمل باك اب بقى وبيظبط البيت ويسقط برضه كده اوكي تمام. والاثنين دول ناخد برضه كده. طيب خلاص اوكي ثانيه واحده خليكم على حسب مش ناسيين لحظه واحده خليكم على حسب مش ناسيين خليكم على حسب واحده معلش ايه اللي حصل معلش في ايرور كده ظهر لي مش عارف في حاجة عندي حصلت كده فيها مشكلة ثواني ما اعرفش ايه بس اللي ظهرت عندي فجأة معلش عذر مش مهندسين حصل خطأ كده معلش عندي. طيب كنت بقول ايه؟ كنا بنتكلم في الاباليك تمام اوكي خلاص يبقى الاباليك بتاعتنا كده مظبوطة تمام نبتدي نكمل بيت الاباليك بتاعتنا خلاص اوكي ناخد بقى الابليك ده كده خلاص اوكي شيفت معلش عندي السي بقى للاسف مساحة صغيرة جدا عشان البرامج اللي عليه والشغل، فأنا كنت محتاج إن أنا أنقل شوية حاجات عشان أفضي سبيس، لأن الماكس طبعا أنا مش عارف بيسحب الرامات وبيسحب الشغل ده كله، فأنا خفت إن الملف يضرب بصراحة بعد المجهود ده كله كان هيبقى مشكلة رخمة جدا. يعني بعد كل المجهود ده كله تلاقي الملف ضرب منك، فطبعا كل الرامات هيبقى مشكلة صعبة أوي. تمام ده كده الأبليك ده أهو ماشي تقريبا كده في النص، وأسحب كده برضه الأبليك ده كده شيفت. تمام برضه كده ممكن اوكي ونعمل روتيت الزاوية بتاعته اوكي ونسقطه في وسط الايه الجزئية دي كده اهي تمام عشان مش مهندسة ما تزعلش مننا مش فاكر مين بيعمل باشمهندس شماء ولا باشمهندسة ريال مش فاكر بالظبط تمام اهو ده كده خلاص حطينا كده ادي اللي ايه البلوكات بتاعتنا ممكن نوصل في النص تقريبا في النص كده بسيط. طب في اباليك تاني؟ ده لسه في اباليك طيب ماشي شفت تمام انستنس اوكي تمام نحط الابليك بتاعنا كده اوكي ونعمله شفت. طبعا البانو الكبير اللي في النص ده نحط فيه لوحه بقى نحط فيه ساعه نحط فيه اي حاجه هيدينا برضه شغل كويس قوي وهيدينا برضه شغل بقى الكلاسيكيات الجميله بتاعتنا. اعمل كده روتيت اوكي ماشي تمام نرجع نبتدي ناخد مور برضه في وسط الابليك هنا كده في وسط سوري في وسط البانو تمام وناخد بقى شيفت برضه كده اوكي وننزل ايه هنا جنب الفوز اعتقد كده خلاص ما فيش عندنا حاجه تاني صح كده اعتقد كده خلاص. في عندنا باليك تاني ولا حاجة؟ ما أعتقدش، إيه ده؟ ما أعتقدش الحاجة هنا ده ولا إيه؟ إيه دي؟ مش باين عندي إيه دي؟ بص كده عليها، يكون في بنو هنا ولا في بنو رومانسي، ماشي حاضر، أوكي، ناخد برضه الأبليك ده، طبعا هبقى أوفر قوي إن هو إيه؟ تلاتة في الجانب الواحد بيبقى رخم شوية بس إيه؟ فلما حطينا بنو هنا كده صغير، نحط له برضه إيه الأبليك يعني هو يعني خلاص، تمام؟ نحط له أبليك كده، ماشي. تمام كده مش مهندسين يبقى كده حطينا الايه الاباليك بتاعتك. طب هات بقى الايه النجفه ماشي نحط نجفه بقى ايه وتوزيع هنا مثلا ايه النجفه دي بقى ممكن حسب المكان بتاعها. يعني ايه حسب المكان؟ يعني انت تحطها مثلا على السفره هتحطها في الركنه في الانتري وتختار مكانها زي ما انت عايز. اعتقد هنا كانت الركنه تقريبا صح ونبص كده على مكانها هنا ما شاء الله طايره في السماء ننزلها شويه اوكي عشان نظبط الايه الوضع بتاعنا كده اهو ممكن نعمل كده الت دبليو ونبتدي نظبط دي مع مين بقى؟ مع السقف يعني دي كنترول ماشي مع السيلينج اوكي السيلينج بتاعتنا في عند السيلينج بتاعنا فوق ده البالوهات السيلينج اعتقد احنا قافلين صح قافلين كده احنا قافلين السيلينج احنا قافلينه هنختاره مع السيلينج كده مش فاكر عندي اتنين سيلينج ماشي وعملوا لي كده ايزوليت كده عشان اظبط دي على السقف بالظبط اهو
يبقى دي نازله على ايه؟ على السقف كده بالظبط اهي، شايفينها؟ يبقى كده دي الاضاءتين على السقف فقط اللي انا بشوفها. عايز تعممها على الاوض كلها براحتك، يعني انت عايز تعممها على الاوض الفراغات كلها، دي حاجه ترجع لك، يعني انت ممكن تعممها على الثلاث فراغات، انت ممكن تاخد دي نفس الفكره كده وتعممها على الفراغات الثلاثه لو حابب. حابب تغير اوكي اتس اب تو يو، يعني ممكن تروحها دي كده اوكي انستنس اوكي، ودي تيجي كده مثلا في الفراغ ده اوكي انستنس. تمام، يبقى تقريبا دي الثلاث فراغات بتوعنا، شايفهم؟ يبقى كده دول السقف، ودي الثلاث فراغات بتوعنا بتوع الاضاءات بتاعتنا. حابب تعممها اوكي، مش حابب تعممها تقدر تستعين برضو بايه، ببقيه الحاجات الثانيه زي ما قلنا، تقدر تدخل بقيه الايه الفرش بتاعك زي ما انت عايز. تمام، طيب كل الكلام ده برضو نعمله سيف. تمام اهو، تمام كده باشمهندسين. طيب كده بقى ايه، مش فاضل لنا غير الفرش الداخلي اللي هي الركنه والسفره والانتري الصغير بتاعنا اللي على جنب اللي احنا هنتكلم. طيب هنيجي نختار برضو البلوكات بتاعتنا كده، خلاص سيبنا الكلام ده كله، نصور كده مجموعه بلوكاتنا الجميله. تمام، نشوف كده بلوكاتنا ايه اللي موجود عندنا. ده اللايت، نخرج بقى من اللايت خلاص. طبعا هتلاقي ميزه سبوتات مش موجوده دلوقتي، ما عنديش سبوتات دلوقتي باشمهندس، ما عنديش البلوكات اللي عندي للاسف مش سبوتات، بس هتنزل السبوتات عادي بقى، يعني هندور على سبوتات نجيبها يعني. خلاص هنجيب السبوتات اللي ممكن نتكلم فيها المره الجايه يعني. طيب نفرش ال عندنا الجزء بتاع الليد باشمهندس، حاضر صح الليد باشمهندس، بس اعمل الاضاءه كلها مره واحده ماشي اوكي، بس خلينا في لا خلينا في السبوتات والليد دي عشان ليها، طب ليها شرح في الاضاءه في او هنوضح في الاضاءه في البيري. خلينا في الفرش دلوقتي نحط الغرف، وبعدين بقى ممكن نحط بعد كده الاضاءه الليد مع السبوتات مع بعض ونظبط بقى الاضاءه بقى. اوكي طيب تعالى بقى ناخد بقى عندنا الفرش بتاعنا، نحط فرش ايه بقى؟ بسم الله. طبعا ده خضره في زرع اهو، يعني لو عايزين تحطوا زرع في المكان اعتقد انه هتحط زرع جنب البلكونه مش مهندس، اعتقد كان في زرع جنب البلكونه، وفين تاني لو بصينا في الكاد كده، تعالى كده هات الكاد، هات زرع فين وفين يا باشمهندس؟ هنا فين 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 في زرع خالص؟ هنا زرع تقريبا ولا دي ترابيزه؟ دي ترابيزه، الترابيزه فين الزرع بقى؟ ده مش زرع طبعا، ده اللي هو الفوتيه او حاجه. تمام، ممكن احط زرع هنا على اول الركنه جنب التلفزيون هنا، ممكن احط زرع هنا، ممكن عند العمود ده زرع ماشي، يعني نحاول نظبط ايه توزيع، يبقى في ثلاثه زرع اهم ماشي نحطهم كده اوكي. تمام نحط احنا عندنا، طب الزرع ده ولا نشوف زرع تاني؟ في مجموعه زرع تاني مثلا كده، اعتقد ممكن حاجه زي كده كويسه، دي او دي او دي، ودي ممكن تكون افضل في النص كده اوكي، يعني كنوع من انواع الايه، احنا بنحاول ندعم المكان بخضره او اللون الاخضر بيبقى افضل، ولا ناخد الزرعه دي انهي افضل حاجه؟ اعتقد دي كويسه برضه مش وحشه، يلا دي على طول، خلينا نخلص كده اكستراكت اوكي. تمام ناخد بقى الزرعه دي كده، فين الزرعه بتاعتنا؟ في برضه هنا تري كده، في واحده في يانج، مش عارف ايه الفرق ما بين الاثنين، بس هناخد افضل منهم. تمام نيجي برضه ايه هنا في 3 دي، هنا كده نقول بقى ايه كده 3 دي، حطينا البلوكات بتاعتنا، نبتدي نحط لي بقى ايه زرع هنا مثلا كده ولا حاجه في حته كده في 3 دي، ناخد مثلا دي كده احط لي زرع هنا لو سمحت، مرش اوبن هنا اقول لك سين ماشي اوكي. اوكي شكرا، وهنا الزرع بتاعتنا فين؟ نزلت اهي نزلت ايه ماشي جود. طيب ايه تاني عندي من غير الزرع ده كده اوكي، ناخد ايه تاني؟ ناخد بقى الفرش بتاعنا بقى نحط كده على طول نخلص. تعالى ندور مثلا على السفرة، في سفرة كده ايه في السفرة دي؟ هوريكم كده كذا سفرة وتقول لي ايه رأيكم فيها، يعني دي سفرة ايه؟ خلاص معايا يا باشمهندسين، وفي سفرة اعتقد دي سفرة، في حد في حد يضيف اي حاجة؟ مش عارف في مدير رسالة غريبة هنا في الموضوع ماشي اوكي. طيب
في سفرة تانية، أعتقد دي سفرة أهي، دي سفرة ماشي. أنا أوريكم واحدة دي تانية كده والتطبيقات بتاعتها. في سفرة فين تاني؟ أنا بوريكم كده كذا حاجة عشان تبقى إيه، تختاروا حاجة يعني. في سفرة كده ماشي، دي واحدة، دي التانية، دي التالتة. في حاجة لحظة لحظة، في ايه هو دايما كده ليه؟ كريتيكال ايه؟ ما انا عاوز كريتيكال في ايه؟ مش عارف، في حاجة بتحصل هنا، في الميموري عندي فيها مشكلة، مش عارف ايه مشكلة الميموري عندي. هل معمولة السي خلاص هيضرب فيها للدرجة دي يعني؟ السي عندي بيضرب للدرجة دي؟ اوف، ده ما فيش عندي في السي غير 300 وشويه، 300 ميجا وشويه، عشان كده بيحصل معايا المشكله دي، عشان كده بيحصل معايا المشكله دي. تمام. اصل انا بص يعني، شوف انا بفتح السي عندي بس مدينا دي سي يعني 347، عارفين هو 38 يعني، عارفين حاجه كده مش نافعه خالص يعني، يمكن عشان البلوكات اللي انا نزلت ابص عمال كل شويه اديني الايرور ده. لحظة واحدة خليكم معايا، فممكن أشيل الحاجات دي كلها كده، يمكن البلوكات اللي نزلتها دي ممكن تكون عملت مشكلة في الـ space بتاعتي. صحيح، هو فعلا خلاص الوقت كده، ممكن يكون كده، أنا كان عندي مشكلة في الـ space، مش عارف ليه كده كتير قوي موضوع الـ space ده. فبإذن الله نكمل المحاضرة الجاية بإذن الرحمن. احنا في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنخلص الفرش بتاعنا، وممكن نحط الكاميرات ونحط الإضاءة، وممكن نعمل تيست ريندر بفضل الماتيريال ونعمل فاينل ريندر بإذن الله. تمام. أشكركم جدا، ومعلش عذر على محاضرة النهاردة، بس عشان أنا على سفر فسامحوني في التقصير. تمام. والله نفسي، والله مش مهندس محمد، ده شكلي هم مش شايفين يعني أنا دلوقتي، احاول اظبط شويه. ما تنسوش الحضور يا جماعه عشان التقييم والشهادات، يا ريت تحضروا. تمام. والقاكم على خير ان شاء الله باذن الرحمن يوم العفو بشمهندس مايك، يوم الاحد ان شاء الله على خير باذن الله. اوكي، شكرا جزيلا لكم، والقاكم على خير، واترككم في رعايه الامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.